اسميت ات بين ريكوردد جوت ات عمل جوت ات محمد انت جاي بس ناوي برضو. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير عليكم جميعا، والجمعه مبروكه وبخيته. اليوم الجمعه 28 اكتوبر 2022، وده سيمينار من سيمينارات مؤسسه الباحثين السودانيين في البحوث بتاعت الماجستير. اليوم ان شاء الله يسعدنا ويشرفنا انه يكون معنا الاستاذ المأمون أحمد محي الدين موسى، وهو خطاط ومصمم حروف طباعية وباحث في فن الخط، محاضر مادة التايبوغرافيا المتقدمة في جامعة دار الحكمة من 2010، عنده بكالوريوس الفنون الجميلة والتطبيقية من خرطوم 1981، عنده ماجستير أسس تصميم وبرمجة الحروف الطباعية لأنظمة الكمبيوتر من جامعة السودان علوم والتكنولوجيا 2009. اشتغل خطاط يعني في جريدة الأيام، الصحافة، ومجلة الإذاعة والتلفزيون، وفي جريدة الرياض. يعني شخص ما شاء الله عنده خبرة طويلة جدا جدا، وهو طبعا من الناس المساهمين الكبار والمتابعين عن كثب للباحثين السودانيين. شال كثير جدا من الجوائز، من المركز الأول في مسابقة اللاينو تايب الدولية تصميم وبرمجة الحروف العربية في ألمانيا سنة 2006، وجائزة التقديرية في ملتقى الشارقة الدولي للخط العربي في 2006، معرض الخريف الجماعي التشكيلية السودانيين في خرطوم 2009، وجائزة التقديرية في ملتقى الشارقة الدولي للخط العربي 2010، وجائزة ملتقى الجزائر الدولي للخط العربي 2010. يعني أستاذ المأمون يعني كنز وفنان، ونحن طبعا ما في يعني ما كثير من الأحيان بتجينا فرصة إنه نسمع من فنان ونتعلم منه، فدايرين نسمع منه ان شاء الله الليله عن رساله الماجستير بتاعته. ودي حاجه طبعا بنحيد على كل الشباب، اي زول تخرج من ماجستير، من بكالوريوس، من دكتوراه، تعال وقول للباحثين السودانيين ومجتمع البحث انت عملت شنو بالضبط، المساهمه بتاعتك بالضبط في شنو، عشان الناس يستفيد منك. فرساله الماجستير بتاعت الاستاذ المأمون بعنوان التايبوغرافيا اسس تصميم وبرمجه حروف الطباعه، أنا حاشير الشاشة هنا عشان الناس تعرف إنه الإيفنت ده موجود، كان في الباحثين السودانيين، ودعينا له كل الناس، وإن شاء الله الناس يجي داخلين في الرابط بتاع زوم للانضمام للجلسة هنا ده، كذلك حنشيره في مجموعة الباحثين السودانيين. فأستاذ المأمون والله إحنا سعيدين بك جدا وفخورين بك، تفضل قدم نفسك وأعمل شير للبرزنتيشن، تفضل. شكرا دكتور أنور، والله يعني وشكرا لمجموعة الباحثين السودانيين لأنها مؤسسة مهمة جدا، يعني من خلال الواحد بتعرف على جهود السودانيين في مجالات متعددة جدا، وبيكتشف حاجات متقدمة جدا ورابط الناس يعني فعلا، وأنا لا يمر يوم وإلا أكون في الموقع ده يعني من زمان يعني متابع كده، فشكرا لكم للتقديم ليا. والحقيقة موضوعي وتخصصي هو تصميم حروف الطباعة، يعني ككلمة عامة كده، حروف الطباعة اللي بنستخدمها في الموبايل أو في الباتس أو في كافة أي جهاز، يعني إن شاء الله حتى لو الجهاز بتاع قياس السكر. فتصميم هذه الحروف وصناعتها يعني شغلة طويلة ومرحلة طويلة، والحقيقة يعني عندها تاريخ طويل عريض، وأنا شخصياً هذا العمل يعني تعلمته عبر سنين طويلة وبجهود، لأنه أصلاً ما كان في يعني سيستم معين لدراسته أو لكذا، يعني عبارة عن جزر متفرغة أنت بتلم من هنا ومن هنا ومن هنا وكذا. فأنا هدخل على التقديم بتاعي مباشرة، نشوف البرزنتيشن. نعمل كده، واضح الشاشة؟ واضحة تمام. طيب طبعا دي الصفحه الرئيسيه فيها المعلومات بتاعت الجامعه وعنوان البحث، ومشرفنا استاذنا البروفيسور احمد عبد الرحمن علي ربنا يديه الصحه والعافيه، وهو من اوائل السودانيين اللي بدوا المجال ده لانه كان درس في بريطانيا، وجاء سنه 77 احنا طلبه في كليه الفنون وادخل لنا ماده تصميم حروف الطباعه. وعلى فكره كليه الفنون في السودان هي اول كليه تدرس تصميم حروف الطباعه في الشرق الأوسط تقريبا، لكن طبعا
كانت دراسه نظريه عمليه وبنرسم على الورق وكذا، لكن ما كنا قادرين ندخل لمراحل تنفيذيه، يعني حروفنا دي تمشي تشتغل في المكنات الطباعه وكذا، لانه زمان كان البروسيس طويل، يعني حروف الطباعه كانت تصنع بالمعدن في المسابك يعني كده. فالمهم هذا الاساس استلمنا عليه، وهناك زملاء كثيرين برضه شغالين في المجال ده يعني. فده الصفحه الاولى. هنا في مقوله انا بعرضها مهمه جدا، قال الصولي، الصولي واحد من الأدباء العرب يعني في العصر العباسي، انه سالوهم عن الخط يعني متى يستحق ان يوصف بالجوده، فقال الكلام ده يعني اذا اعتدلت اقسامه وطالت الفه ولامه واستقام سطوره وضاها صعوده بدوره وتفتحت عيونه، ما حد رضى الكلام. لكن هذا النص البسيط نص قوي جدا تقريبا بيعبر عن يعني متى يكون الخط ناجح. وكلمه الخط هنا بنستخدمها، انا بستخدمها في الحالتين، حاله فن الخط وفن التايبوغرافيا. نرجع ونشوف، طبعا دي حاجه من البحث اللي هي مشكله البحث ومش عارف الاشياء هذه ما حتوقف فيها كثير، لكن عموما ندي فكره عنها انه اصلا كان الهدف انه دراسه المجال ده، البحث فيه، مشاكله ايه، ايه الجديد فيه، وانا ممكن اعمل ايه. والبحث بتاعي يتكون هو بحث بتكون من جزئين، بحثي ومشروع. البحث النظري كان في تاريخ الحروف الطباعيه دي، خصوصا مصطلحاتها، النو هاو بتاعتها، انتاجها، اشياء زي كده. البحث والمشروع كان عباره عن انتاج حرف طباعي للنصوص، الاستخدام في النصوص الدقيقه، وتجربته على اجهزه مختلفه. انه الحرف الطباعي، لما نقول حرف طباعي فورم بنقصد خط طباعي يعني تطبعه بالكيبورد. فهو ده كان المشروع، يعني ان انا اعمل حرف واشغله على الاجهزه وعلى انظمه مختلفه. وكان تلك الفتره شغلته على نظام ويندوز وعلى نظام ماك وعلى يونكس برضه كان شغال. كويس. نتكلم هنا بدايه عن علوم وفنون الكتابه. يعني احنا اصلا دايرين مجالنا ده كله في مجال الكتابه، لكن في داخله في علوم، يعني مثلا الكودكولوجي اللي هي علم الرموز القديمه اللي بيدرس الرموز التاريخيه القديمه، وعلم الخطاطه البالوغرافي اللي هو ده بيدرس الخطوط التاريخيه القديمه، الخطوط. كويس. اما فن الخط كاليغرافي هو فن الخط المعروف، فن الخط يختلف عن الكتابه، الكتابه انت بتكتب عادي، لكن فن الخط هو فن. كويس. اما فن التايبوغرافيا، التايبوغرافيا من الطباعه يعني، اللي هو علم وفن وحرفه حروف الطباعه من ناحيه تصميمها وتصنيعها وتشغيلها واستخدامها، يعني كل المجالات دي بيشملها. فيعني انا حتى كنت لما كنت بدرس في الجامعه كنت قسمت التايبوغرافيا والدراسات لثلاثه اقسام. اول حاجه انترودكشن تو تايبوغرافي، نمره اثنين تايبوغرافي، نمره ثلاثه ادفانس تايبوغرافي. الانترودكشن للتايبوغرافي دي المفروض يعرفها كل الناس اللي عندهم علاقه باي حاجه بتحتاج تطبع فيها شيء، يعني تعرف كيف تضبط السطور بتاعتك، كيف تستخدم انواع الخطوط المختلفه، كيف تستخدم درجات، كيف تلونها، كيف تعمل الفقرات، اشياء زي كده يعني يحتاجوها تقريبا يعني ثقافه عامه المفروض تكون هي. اما التايبوغرافي دي بتكون للناس المتخصصين في المجالات البصريه، الفيجوال ارتس كلها، يعني الناس اللي بيشتغلوا في السينما، التلفزيون، في شغل الانترنت، شغل المطبوعات، الكتب، شغل السكرينز في الاستادات، كلها دي. الادفانس تايبوغرافي بقى هو تصميم وتصنيع وتجريب حروف الطباعه لاغراض محدده، يعني قد يطلب منك حرف طباعي مثلا لمحطه التلفزيون حتى انت تشتغل بطريقه معينه، قد يطلب حرف طباعي خط لجريده تشتغل بطريقه، قد يطلب منك خط لشاشات في استاد برضه بتشتغل. فالادفانس تايبوغرافي هي بتبحث في التصنيع والانتاج وتشغيله وتجربته والتاكد منها. كويس. الحقيقه فن الخط زي ما ذكرت هنا في عندنا الكتابه، وبعدها فن الخط، وحروف الطباعه جزء من الخط. فالخط بيمثل الفن، لكن التايبوغرافيا تمثل اوتوميشن للفن، يعني كانه احنا بنحول فن الخط الى فن فيه اليه، انه مثبت اشياء ويقدروا يستخدموه الاخرين، يعني اللي ما بيخط، يعني الناس ما بيعملوا خط لكن بيستخدموا التايبوغرافي.
وتاريخ الطباعه هو تاريخ تاريخ التايبوغرافيا هو بدا مع المطبع اصلا، يعني حروف اتعملت للمطبع. وكلمه تايبوغرافيا جاءت من وين؟ اللي هي جاءت من كلمه هيروغليفيه قديمه تايبوغرافيا اللي هي تايبو طباعه، بعدين جرافيك رسم، رسم الكتابه تايبو كتابه، فهي جاءت جاء المصطلح من هنا تايبوغرافي طباعه هو تايب. وزمان كان في حاجه اسمها تايفيس اللي هو زي يعني اي خط طباعي بنسميه تايفيس، لكن حاليا في بعض دخول الكمبيوتر بقينا نسميه فونت، فونت كلمه فرنسيه متجذره جايه من اللاتينيه، يمكن احتمال تكون ده علاقه بالعربيه برضه لانه فونت هي بتعني بونت برضو عندها علاقه يعني، او بوينت فونت في علاقه ما بحسها يعني. الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده زمان كانوا بيسموهم تايب ديزاينر، كانوا بيرسموا الحروف دي على ورق وبيدوها للمسابك والمطابع الكبيره اللي فيها تصنيع بتصنع الحروف دي. لكن حاليا مع المرحله الرقميه بقى في حاجه اسمها تايب ديفلوبر، اللي هو ده انسان بيرسم الحروف وبيدخلها على الكمبيوتر وبيبرمجها ويجربها ويشغلها. فده السائد حاليا تايب ديفلوبر، بيجمع ما بين اثنين يعني التصميم والبرمجه والتدريب والتشغيل. كويس؟ طيب الاسس الرئيسيه للدخول في المجال ده، اول حاجه بيحتاج معرفه بفن الخط. يعني انت ما ممكن تشتغل اذا لم يكن لديك معرفه جيده بفن الخط ممارسه او اطلاعا يعني. لانه في النهايه انت بتعتمد على رسم الحروف، ومعرفه بعلم التايبوغرافي نفسه، تاريخه، التطورات اللي حصلت فيه، شنو الالات اللي بتشتغل فيه، وشنو البرامج وكذا. ومعرفه برغمنه رسم الحروف، لانه الحروف دي هتترسم بتعمل لها تريسن، ترسم على الكمبيوتر. ومعرفه بالشفره الدوليه للمحارف، في جميع الاجهزه طبعا بتشتغل بشفره. زمان كان في شفره اسكي كود وشفرات متعدده، لكن حاليا في شفره دوليه موحده اللي هي يونيكود، هنتكلم عنها لاحقا. ومعرفه بلغات برمجه ولغات البرمجه الخاصه بالحروف الطباعيه، عندنا برامج لغات خاصه وفي برامج لانتاج الاطقم. ومعرفه بالانظمه، يعني لازم تكون عندك معرفه بانظمه التشغيل، بتحتاج شنو من الحروف، بتحتاجها كيف بتتعامل معها، والبرامج والاجهزه. الحقيقه انا بقول الكلام ده حسب تجربتي، انا لما بديت كخطاط عادي عايز اعمل حروف طباعه، فاضطريت كل مره عشان اشتغل برجع ورا، بلقى انه في حاجات لازم اعرفها، ارجع ورا وبديت اشتغل على الكمبيوتر، اضطريت اعرف الانظمه، يعني دخولي على الكمبيوتر كان بسبب هذه الحروف، بسبب الخط كيف تحول في للمرحله الرقميه. ومين اللي بيقوموا بانتاج حروف الطباعه؟ بيقوموا بها المصممين اول حاجه زينا كده يعني، وبعدين المسابك اللي هي الفاوندرز. المسابك دي زمان كان بتنتج الحروف المعدنيه للمطابع، لكن حاليا هي تحولت كلها رقميه طبعا. وستيل فيه طبعا انتاج برضه معدني لشؤون الصناعه يعني، احتياجات الصناعه الكثيره يعني. فالمسابك دي كانت متخصصه يعني، تلقى مثلا في مصر في بعض بلاغ عندهم مسبك، في تركيا، في المانيا الحروف العربيه، في انجلترا كانت، في ايطاليا تسبك هناك. حاليا في الشركات المتخصصه يعني، في شركات متخصصه في انتاج الحروف بتشتري من المصممين التصميمات وتنتجها هي، وهذه الشركات هي اللي بتخصص او تبيع للشركات اللي بتحتاج للحروف. مرات بتبيع لشركات الانظمه زي مثلا مايكروسوفت وابل وغيرهم. وشركات الانظمه نفسها تحولت الى وحدات لانتاج التايبوغرافي، يعني في مايكروسوفت عندهم قسم كامل مايكروسوفت تايبوغرافي، لو خشيت في موقع مايكروسوفت وكذلك ابل، جوجل عندهم برضو، جوجل عندهم. والشركات دي اضطرت هي تعمل في داخلها اقسام للتايبوغرافي. وقصه دخول التايبوغرافي للكمبيوتر يعني قديمه، لان الكمبيوتر اصلا يحتاج للتعامل مع الانسان، فابسط شيء يتعامل مع الانسان هو الكتابه. فمن اول الاشياء اللي دخلت في الكمبيوتر هي الكتابه. الناس يعني لو بيتذكروا العجائز زينا كده، لما كان الكمبيوتر الشاشه سوداء كان فيه حروف بالسبع الوان بتاعت الاندكس اللي هي المنطقه دي فقط. فانا من الوقت ده من صغير انا بشوف الحروف دي انتجت كيف وكذا، كان ده التساؤل بتاعنا دائما. لكن عموما يعني الحروف بشكلها الحديث يمكن يعني دخلت مع ظهور جهاز ابل 2 يعني. وليها قصه طريفه كده، ما اعرف الواحد الحكايه بتاعت ستيف جوبز لو شفت الفيديو اللي عمله في تخريج طلاب ستانفورد، فكان بيحكي، ما بيحكي عن نجاحاته، بيحكي عن فشله. فقال انه هو طرد من الجامعه في سنه اولى،
فما لقى حاجه يعملها، لكن عندهم كان في واحد بيعمل كورسات بتاعت خط، فراح عنده بيقضي الوقت عنده، فاعجب جدا بالخط. فقال لما جينا صنعنا جهاز ابل اصريت انه ندخل فن الخط في الكمبيوتر، وكان بيضحك بيقول انه بعد ذاك كل الناس سرقوا مني، كان بينظر للجهاز وقال كلهم سرقوا مني. فهو فعلا في جهاز ابل دخلت اول خطوط بطريقه جماليه يعني مش شرع. اوكي هنا انا بتكلم عن الفرق ما بين اللغه والكتابه، السكريبت سيستم واللانجوج سيستم. الكتابه دي طبعا حاجه بتاعت اصوات يعني فونيمز، فيها كاركترز اللي هي الحروف، كل حرف بيمثل صوت. ولكن عندنا في الكتابه، الكتابه تختلف من الكتابه رسم الصوت، ونحن بنسميها جليفس، محارف يعني ما بنسميها حروف. هناك في الكلام بيسموها حروف، لكن هنا بجليفس محارف، يمكن هيروغليفس طالعه منها اللي هي محارف، لانه الحرف عنده الواحد عنده اكثر من رسمه. اوكي هنخش بسرعه كده على الكتابه العربيه، لانه الموضوع اصلا على الكتابه العربيه. هنشوف الكتابه العربيه دي بالظبط شنو اصلها شنو بسرعه كده. في العالم حاليا من فتره طويله في ثلاثه انظمه رئيسيه للكتابه، يمكن دي الانظمه السائده يعني حسب عدد المجموعات السكانيه اللي بتستخدمها من ناحيه التنوع، يعني مش عدد واحد، يعني كم امه يعني تستخدم الكتابه دي من ناحيه التاريخ بتاعها وكذا. في مجموعه الكانجي اللي هي الكتابات بتاعه كوريا واليابان والصين والمناطق دي، ودي متوقفه في المرحله الصوريه من تاريخ الكتابه، واقفه فيها يعني اللي هي انه كتابتهم دي عباره عن رسوم اصلا، فما تطورت كثير، لذلك بتجد انه كلماتهم كثيره جدا يعني. يعني الكوريه واليابانيه فيهم متصلين فيها 80,000 شكل، اوكي؟ لكن بيتعلموها بتفكيك الرسوم دي جزء جزء. الكوريين طوروا حروفهم دي قبل 20 سنه ولا حاجه، عملوا تطوير ما كتابه كويس. في المجموعه اللاتينيه، المجموعه اللاتينيه اللي بتشمل لغات غرب اوروبا كلها بتكتب بها من الكتابه اللاتينيه، كتابه اللغه اللاتينيه. وكذلك مشت في شرق اوروبا بتلقى السلافيات يعني الروسيه البولنديه الحاجات دي. في المجموعه العربيه اللي بتستخدم في الدول العربيه وامتدادات العربيه اللي هي زي الاردو الكردي، تقريبا 13 لغه بتتكتب بها. فلذلك اللغه ما عندها علاقه بالكتابه، هنا في فصل يعني، الكتابه العربيه ليست للغه العربيه فقط. تقريبا دي مراحل اختراع الكتابه نفسها، بدات لنا بالطور الصوري الفيكتوريال، بعد كده الانجرام، مراحل مرت بها الكتابه بسرعه كده يعني. مرحله الطور الصوري اللي هم كان الناس بيرسموا صوره، عشان الرمزي بيقول رموز معينه، ياخذوا رموز من الطبيعه ويعبروا بها عن الموضوع. الصوتي اللي هو رسمه كامله تعبر عن صوت، عن كلمه كامله دي في الكانجي دي شفناها. والطور المقطعي في الهيروغليفيه انه مثلا كلمه كتاب يوصلوها الاثنين كتاب كاء تاء والف باء، يشوفوا المكتب في حاجه عندها رسمه، دي مقطعين يعني يرسمون. الى ان دخلنا مرحله الابجديه، الابجديه اللي هي المرحله النهائيه اللي احنا واقفين فيها حاليا، انه كل صوت عنده رسمه تعبر عنه. كويس؟ هنا بسرعه كده نشوف كيف بدات المساله دي. هو اول ابجديه يعني متطوره كانت الفينيقيه، اللي هي متطوره عن المسماريه، فهي في النص من الفينيقيه. اذا طلعنا لفوق هنشوف الايرلي جريك، الكتابه الاغريقيه القديمه، والايرلي لاتين اللاتينيه الاولى، ومنها طلعت المودرن لاتين اللي شغاله حاليا. واذا جينا جنوبا هنلقى طلعت منها الاراميه اللي هي لغه المسيح، ومنها طلعت اخذوا عنها النبطيه، ومن النبطيه يعني اشتقت العربية. الكتابة العربية الحالية أصلا يعني جاي من النبطية. في ثلاثة آراء في الكتابة العربية. الرأي الأول في تاريخها يعني أو طلعت كيف، بيقولوا إنه وقف رباني. الرأي الثاني يقول إنه مأخوذة من الكتابة الحميرية بتاعة الجنوب بتاعة اليمن اللي هي المسنة جسمان، يمكن الكتابة الحبشية مأخوذة منها بتشبهها حاليا. الرأي الثالث مأخوذة من النبطية، وده الرأي السائد هو والصحيح تقريبا يعني، في غرابة شديدة جدا. الراي الاول رفضوه علماء المسلمين كلهم، ابن خلدون قال انه الخط من جمله الصنايع المدنيه، يعني حاجه من المدينه من الحضاره، فهو ما قال ما يعني كلمه وقف وما وقف ثقيله شويه. فتقريبا الاراء حاليا كلها بتتفق على انه الكتابه العربيه جاءت من النبطيه، لكن كان في صراع تاريخي بين القبائل العربيه انه ياخذوا من اليمن، في ناس بياخذوا من تحت اليمن، وناس بياخذوا من النبطيه في الشمال. كان صراع بتاع تجاره وما التجاره والقبائل، دي قصه طويله. دي هنا نموذج للتطور في هذه المراحل يعني كيف وصلنا للعربية.
العربية أخذت شكلها كمان برضو أثر بالسريانية من ناحية الشكل، يعني الصورة اللي هنا دي سريانية، اللي بعدها دي هي تحت عربية، وهناك دي عربية في مكة تقريبا درس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان ما مؤكدة لكن هي شبيهة بالخط اللي كان في مكة، ما في نقاط طبعا، ما في حاجة، كان في بداياته. لكن أكثر كتابة، أول توثيق للكتابة العربية يعني في يدنا منسوب هو حاجتين، في مصحف بيرمنغهام ومصاحف صنعاء. الاثنين دين يعني موجودات حاليا مؤكدات. مصاحف صنعاء دي وجدت في جامع صنعاء القديم لما انهار السقف، فوجدوها تقريبا بترجع لسنه 70 هجريه وكذا. برضه مصحف بيرمنغهام وجد في العراق وكان موجود في مكتبه في جامعه بيرمنغهام، وطلعوه قبل 3 سنين ولا 4 سنين. المين هم بيتشابهوا الاثنين، دي مرحله الكتابه العربيه في المدينه المنوره بعد المدينه، يعني بعد السنه 70 هجريه حاجه زي كده. لاحظ ما في نقاط، ما في هناك. تمت اصلاحات متعدده على الكتابه، انه دخلوا علامات التحريك والتشكيل اللي هي التشكيليه، وضع النقاط على الحروف ما كان في نقاط، ووضعت رسومات التشكيل. خليل بن احمد اعاده، كانت نقاط ملونه كانت بتختلط مع النقاط، وادخلت كتابه الارقام في عهد الخليفه جعفر المنصور، دي فيها مشكله حنتكلم عنها بعدين. حديثا عام 1913 دخل ليها البونكتيشن اللي هي علامات الترغيم، يعني الشوله وعلامه استفهام وبتاع، هي كانت موجوده لكن ما مرتبه زي ما ادخلت في مطبعه البلاغ سنه 1913، ماخوذه من الفرنسيه. ده نموذج لتطور اللاتينيه. اللاتينيه من اقدم اثار المستمره حتى اليوم، اللي هو عمود تروجان. امبراطور تروجان موجود في وسط روما، ففيه الحروف دي تقريبا درسوا الحروف اللاتينيه المستمره حتى اليوم يعني. لكن بيوريك الفرق بين الكتابه وبين تصنيع الكتابه. هنا الحروف دي مرسومه عشان تتحفر على الرخام، فكان بيحتاج انه يسمك اجزاء منها، يصلح اجزاء منها، غير الكتابه بالقلم العادي. طيب نشوف الحرف العربي والطباعه. الحقيقه الطباعه طبعا بدات الطباعه الحديثه، يعني بدات مع جوتنبرغ، هو ليس مخترع المطبعه وانما هو اللي دخل الاليه المعدنيه في المطبعه، الطباعه بالحروف المنفصله. يعني الناس في البدايه زمان كانوا بيحفروا صفحه كامله ويطبعوها، ودي كانت مساله شاقه جدا، يعني كتاب فيه 200 صفحه، انت حتحفر ال 200 صفحه دي على الخشب الناعم وتطبع منهم. موجوده في الصين وفي كوريا، عرفت قبل الميلاد وكذا. لكن وبعدين عملوا حروف دي فصلوها في مقاطع، يعني كل حرف في 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 لوح خشب لحاله، وركبوه جمعوه مع بعض وطبعوا منه، لكن حجم الكتاب بيكون كبير جدا. جوتنبرغ عمل ايه؟ هو في عصر النهضه، يعني نهايه القرن الخامس عشر، بدات الاليه وصناعه المعدن والاشياء دي، فهو اخذ المكنه بتاعت عصاره العنب دي وعمل منها، عمل حروف منفصله، يعني حفر الحروف دي واحد واحد ويركبهم في ماتريكس ويمرر عليهم الحبر ويضغط عليهم الورق. فهنا بدات المطبعه الحديثه. ومطبعة جوتنبرغ اللي هي بنسميها الليتر بريس استمرت 500 سنة ولغاية اليوم شغالة في حتات كثيرة، يعني يجمعوا الحروف يدويا ويكتبوها في ماتريكس وتطبع. لكن يعني رغم انه الكتابة العربية دخلت الطباعة مبكرا، يعني بعد جوتنبرغ بحوالي 70 سنة بدأت طباعة كتب عربية في روما. ولكن في الزمن ذاك الدولة العثمانية بدوا ناس حاولوا يدخلوا الطباعة العربية في تركيا، فالاتراك رفضوا خالص، لانه الائمه وكده اصدروا فتوى انه الطباعه حرام. قالوا اول حاجه الحبر المستخدم في الطباعه ده قد يكون فيه دهون ما حلال ومش عارف ايه، لكن كلام وفصل اساسي الاساسي كان انه بيخافوا على النصوص الدينيه من التزوير والمصحف ما يطبع وكده. استمرت المساله تقريبا اكثر من 100 سنه الى ان اغنعوهم في النهايه، لانه يعني يبدو الطباعه العربيه. لكن كان في طباعه عبريه، كان في طباعه بالسريانيه، وفي طباعه غير كده يعني. لكن في الوقت نفسه استمرت الطباعه العربيه في الغرب موجوده في روسيا، يعني كاثرين اللي هي اول عمل طبعه المصحف كتحدي، طبعه المصحف كاثرين بتاعت روسيا، روسيا اقدم مصحف موجود في طبع في البندقيه 1538 وهكذا يعني. كويس. اما اول مطبع او اول مصحف مطبوع بحروف مش مخطوط في مصر كان سنة 1923، ويومتها واحد في الفيسبوك جاب مصحف قال انه هدول يجيبوا المصحف ده نادر لكن ما عارفين قيمته شنو. فانا قلت له يا جماعه ده قيمته، لانه اول مصحف مطبوع بحروف الطباعه. كان ممنوع طباعه المصحف بحروف الطباعه، لازم تكون معموله بالخط.
انه الخط عنده قدسيه وبعدين بيقدروا يصححوه افضل وكده، ف يعني مرحله متاخره. دي نماذج لطباعه الصفحه الكامله، ودي توجدت في الفيوم ودي في حته من البصره. يعني كان العرب عندهم طباعه في المرحله المتاخره، لكن هم صادفوا اواخر بدايات عصر النهضه في غرناطه، كان برضه في محاولات طباعه في نهايه دوله الاندلس وكده. لا نبدا هنا بنخش في الطباعه العربيه في اوروبا، يعني تقريبا دي اول حروف معروفه يعني عربيه محفوره، كان المستشرقين بيعملوا الحروف بياخذوها من الاثار وكده بيرسموها على سنه يعلموا العربيه، كانوا محتاجين لتعليم العربيه. فحفروا الحروف دي وبدوا يطبعوا بها يعني. ده اول كتاب عربي مطبوع، طبع في 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 البندقيه، طبعوه ناس مطبعه ميديتشي، وعائله ميديتشي معروفه يعني اللي كانت ترعى الفنانين اللي هي رعت مايكل انجلو ورعت ليوناردو دافنشي ورعت كده، فمن ضمن رعايتهم طبعوا كتب عشان يودوها للشرق، يفتكروا انه الشرق دائما تتم فيه دعوه لتصحيح الدين. يعني كانوا بيظهروا الاسلام دائما هو فرقه مسيحيه طبعا مختلفه يعني كده، فقالوا نعمل كتب. لذلك عمل الكتاب ده اسمه صلاه السواعي، والحروف هنا لو لاحظت انها حروف طباعيه يعني مفرقه مركبه مجمعه، لكن طبعا حجمها كبير، وحتى الزخرفه برضه كذلك. فده اول كتاب تقريبا في يدنا 1514. بعده بدوا يطبعوا الكتب العلميه العربيه، لانه في الزمن ده كانت فتره انتقال، شالوا الكتب دي من الاندلس من وين ما كتاب هيليوبوليتس بتاع الهندسه وكتاب ادريسي معروف بالجغرافيا، فدي اسست العلوم في الغرب يعني. بدت طباعه دخلت في في لبنان وسوريا في في عهد باكر يعني 1600 مشي عبد الله الزاخر، واحد اسمه عبد الله الزاخر عمل المطبعه وعمل حروف دي نسخه منه. من اهم دخول للمطبعه اللي هو غزو نابليون لمصر، جاب معه مطبعه عربيه، اشترى الحروف من ايطاليا ودي نسخه منها هنا، وطبع بها المنشورات بتاعته وكده. هو اول من دخل الطباعه في مصر، وكان فيها ميزه رئيسيه جدا اللي هي ان الحروف بتاعتها فعلا تشبه الحروف الطباعيه الحديثه، ادرك الحروف الاله الكاتبه اللي اخذت من دي، انها مسطره ويمكن مدها يعني تمتد انها على سنه تملى السطر وكده. فدي كانت اضافات لحروف الطباعه العربيه، وبتختلف عن الخطوط العربيه لانها مستقيمه يعني، هي ماخوذه من خط النسخ. لكن نجي لصناعه الحروف، تكلمنا عن جوتنبرغ وانه في الرسم وحفر للمحارف في في سبك، في حاجة اسمها صندوق المحارف، ده صندوق طويل كان فيه خانات بيضعوا فيه الحروف، كل صندوق ده كان عنده حجم واحد يعني يقول لك ده 14 يعني السايز بتاعه مثلا. فالعامل بيقعد يربط الحروف دي، يكون صندوق طويل عريض كده، وقال انه صندوق الحروف العربية ده كان كله 18 ذراع، لأن عدد الحروف العربية كثيرة أشكالها، لأنه الحرف العربي بيختلف يعني، عندك الجيم مثلا بيختلف الجيم المفردة عن الجيم اللي في النص للجيمة النهائية، فأي شكل من حرف بيكون عندنا منه أربع محارف تقريبا يعني، في بعضها اثنين، وفي حروف مركبة إحنا بنسميها الجيتشرز اللام ألف مثلا. فصندوق المحارف ده هو كان بيلقط منه الحروف كويس. أهو دي الصورة اليوم مثلا، دي الحروف هنا بتتركب في في مربع يتربط وبيطبع منه. ده زي ده, ده زي صندوق الحروف تقريبا يعني، شايف فيه كل الادراج دي فيها فونتات مختلفه او احجام مختلفه، بتلقى انه مكتوب عليه، وده كده العامل بيجي يفتح الكتب ويطلع الحروف يركب منها ويطبع الكتاب او الجريده، وبعدين ثاني في الكوره يرجعوها هنا. فكانت مساله شاقه جدا، المساله دي استغرقت 500 سنه بس الحروف الليتر بريس دي كويس، بيسموها جمع الحروف اللي هو انه كيف يعني نصف النص يعني تو تايب سيت تايب سيتنج. جمع الحروف مره باربع مراحل، والمراحل دي هي نفسها مراحل تصميم الحروف. المرحله الاولى مرحله جوتنبرغ اللي هي تصميم وحفر الحروف المنفصله، يسموها موفبل ليترز كويس. مرحله الات الصف الالي في بدايه اواخر القرن 19 اول القرن 20، بدا الناس يفكروا ليه ما تكون المساله دي اليه بدل ما عامل يقعد يلقط كده، فاخترعت الات في اسمها لاينوتايب المانيه، اخترعها واحد الماني كان مهاجر في امريكا، وفي شركه ثانيه اللي هي انتر تايب في وقت واحد تقريبا عملوا الالات دي، حنشوف صورتها بعد شويه، اللي هي عندها كيبورد، اول كيبورد هنا يعني. طيب الالات دي كانت تشتغل باللغات اللاتينيه يعني انجليزي فرنسي كده، لكن تعريبها اول الات دخلت 1911 في مصر. استمرت المرحله دي وكانت موجوده في السودان، احنا شغالين في الجرايد، كانت موجوده يعني الالات دي كبيره كده وعندها كيبورد، وهي بتسبق بماده
السليكه بتاعت الرصاص دي، انت لما تطبع بالكيبورد بينزل المعدن بيتصب على عمود تطلع الحروف، ويشيل اطبعه على ورق وبعدين يتصمم على الصفحه. يعني شفناها في السودان لغايه اواخر السبعينات موجوده، الى ان دخلنا مرحله الصف التصويري اللي هو الفوتو كومبوزنج او فوتو سيتنج، ودي مرحله مهمه جدا لانها اثرت في تاريخ الكمبيوتر نفسه. هنا لاول مره حيكون في شاشه، وكانت تشتغل بالتصوير الفوتوغرافي، يعني في فيلم فيه الحروف، والعامل بيشوف في الشاشه دي بيشوف النص اللي بيطبعه بالكيبورد، بعدين بعد ما يطبع بيتحفظ على الشرايط المثقبه، الورق المثقب اللي بتتذكروه اللي هو ده كان زمان لنقل الداتا، يعني حاجه شويه رقميه لكن في بداياتها. فدي ساعدت الكمبيوتر اصلا، بدات من سنه 50، وكانت عندنا برضه في السودان الصف التصويري ده موجود، بعدين بينتج كصوره فوتوغرافيه، المصدر بيطبع كصوره فوتوغرافيه، وبعدين يدخل التصميم. اما المرحله الرقميه بدات من اوائل السبعينات، دي مهمه جدا. بدات اول حاجه في المانيا حقيقه، بدا رسم الحروف لما الناس لما اخترعت لغه بيزي، حاجه اسمها لغه بيزي اللي هي للرسم على الكمبيوتر، دي كانت تمت في شركه السيارات الفرنسيه، ما اتذكر اسمها. المهم طالب بتاع الرياضيات قدم اختراع بانه الرسم يكون على محور، على جريد وعلى محور اكس واي، وانت بتحدد الرسمه بتاعتك بالنقاط. يعني عندك انه لو تتذكروا الهندسه التحليليه بيسموها انه اتجاهات الفيكتورز، الرسم بيتم بالفيكتورز دي، بالتالي الفيكتورز دي عندها قيمه رياضيه، بالتالي طالما عندها قيمه رياضيه بالتالي بنقدر نجمع مثلا الرسمه دي المعادلات بتاعتها كلها كذا بنجمعها، دي قيمه هنا رقميه. خلاص هنا كده دخلنا في شيء رقمي، يعني اذا دخلنا هذه المعلومات في اي جهاز ثاني بيقراها وبيعيد الرسمه. فدي كانت غفزه كبيره جدا، بدات في اوائل السبعين زي ما قلت، واتعملت اول حروف من احد المانيا على اجهزه اسمها ايكاروس. كانت الكمبيوترات في الزمن ذاك مخصصه فقط لبرنامج واحد، يعني ما كان في برامج كثيره، صنع الكمبيوتر عشان برنامج، فهذا الكمبيوتر كان صنع لرسم الحروف فقط. يعني عايزين نشوف حاجه عن الكتابه العربيه وميزاتها. ان اول حاجه الكتابه العربيه هي من الكتابات اللي بتتجه من اليمين طبعا الى الشمال، مع مجموعات ثانيه العبريه مثلا وكذا، واللغه بتاع السريانيه دي والماريه والغبوصيه المقطعيه دي كلها بتتجه من اليمين الى الشمال، ودي مساله مهمه جدا. وكذلك بتمتاز من صفاتها انها فيها حروف مفصوله وحروف متصله الكيرسيف، يعني بتتصل مع بعض في الكتابه العاديه، وفيها التشكيل. مساله اتجاه الكتابه دي مساله مهمه جدا، لانه الكمبيوترات لما قامت على الكتابات اللاتينيه كلها اتجاهها من الشمال لليمين، فلما بدوا يستخدموا اللغه العربيه يعني بيضطروا بيعملوا مجهود عشان يقلبوا الاتجاه الكتابه. حتى مايكروسوفت صنفت قالت انه العبريه والعربيه من الكومبلكس، يعني سكريبتس، يعتبروها كتابات معقده. ولغايه اليوم المشكله دي في تاثير لها، لو لاحظتوا في كتابه الارقام، انت لما تيجي تكتب الارقام وتنقلها من جهاز لجهاز، حتى اسهل لو نقلت رقم تليفون من واتساب لمثلا ماسنجر ولا لحته ثانيه تلقى الرقم قلب، لانه اتجاه الارقام في العربيه من الشمال لليمين، في حين اتجاه الكتابه من اليمين للشمال. فالسيستم بيكون ماشي من اليمين للشمال، فجاه يلقى ارقام، هنا بدا بيتلخبط. يلا المساله دي البرامج والانظمه قاعده تعالج بطريقه غير منظمه، كل واحد شغال برامج، ما في حاجه ستاندرد، لذلك بيحصل لخبطه شديده جدا في نقل الارقام العربيه والعبريه. برضو كان من مساوئ اتذكر يعني زمان كانت برامج مايكروسوفت اللي بتشتغل على ابل مثلا ما كان فيها عربي خالص، قالوا احنا ما بنعرف، مايكروسوفت بتغلب على ابل ما بعرف المشكله، يعني انت يكون عندك نص في ورد عربي هنا ورد ما فيه عربي في اجهزه ابل. فقاموا الاسرائيليين رفعوا دعوه على ابل انه كيف ما تدخل كتابه من اتجاه لليمين، وكسبوا القضيه، وبالتالي العربيه برضه كسبت معاهم ودخلت العربيه في برامج مايكروسوفت في ابل. يعني من الطرائف ده نموذج لتركيب الحروف في الماتريكس، لاحظ هنا مجمع الحروف هذه قطع تتجمع مع بعض، ده جمع يدوي، يعني العامل يقعد يجمع. دي مكنات الاول اليه، يعني اللي هي الانتر تايب واللاين تايب، لاحظت فيها كيبورد وفيها الجزء المعدني اللي فوق فيه المعدن الساخن بينزل تحت عشان يتصبغ. في دي شفناها احنا في دار الصحافه كانت موجوده، وفي في مطابعه في السودان
كانت موجوده يعني المرحله دي. حتى كان اتذكر كان من العاملين بالاستروفليوني يوميا لبن على اساس انه في مواد سام هنا سبيكه رصاص ومش عارف كده. دي الصف التصويري اللي هو اول صف يعني بدا بالتصوير وبجهاز كيبورد وشاشه وفي بروسيسور. البروسيسور ده عباره عن جهاز تحميض وطباعه يعني بتاع صور بيطلع شيت عباره عن صوره فوتوغرافيه. المرحله دي بدات في الخمسينات دخلت العربيه حضرناها وكان الناس فرحانين بها جدا لما جت في السودان عملت بها مطبوعات كثيره جدا قللت التكلفه لان التكلفه بتاع الصف الان كانت عاليه. ماكينات الات الكتابه العربيه دي طبعا اتعرضت في تقريبا 1910 1911 بس ده هنا نموذج كده. لكن لو لاحظت بالاعلام انه الاله دي موجوده وين؟ وايضا في بورسعيد والخرطوم. يعني شوف من الزمن ذاك الخرطوم كانت مذكوره من ضمن المناطق اللي بتستخدم الاله الكاتبه العربيه. هي عربها فنان سوري سليم اسمه سليم حاجه زي كده. يلا انت عشان تعرف اله زي دي، الالات دي عندها خانات محدده للحروف. يعني مثلا الانترتايب بتسمح لك ب 90 شكل فقط للحروف. في حين انه عندنا اشكال الحروف العربيه قد تصل ل 200 شكل وقد تصل ل 300 حسب الفونت بتاعك اللي انت مصممه. فكانت دي مشكله كبيره جدا جدا والناس بيشكوا منها انه تكلفه الطباعه العربيه عالية. فلما تصمم لجهاز زي ده بتضطر تختصر اشكال الحروف. يعني بدل ما تعرف تعمل اربع جيم هتعمل اثنين بس عشان تستعمل لوحه المفاتيح دي كما هي. فده جزء مهم في تصميم الحروف الطباعيه واختلاف عن الخط اللي هي من شروط الاختصار انه الاشكال لازم تكون مختصره وبسيطه مش زي الخط. قدمت بعض الحلول. كان في اقتراح بانه ليه ما نفصل الحروف العربيه دي نعملها زي الحروف الانجليزيه اللاتينيه. تقدم اقتراح زي ده سنه 45 قدم مهندس لبناني في واشنطن كان مشروع اسمه الجديد المركز اسمه سليم خطار. كان مشروع مشهور يعني لكن ما قبل لكن موجود الان كفرد. كذلك السكار سعيد السكار خطاط عراقي قدم حلول اخرى بانه نحن نقسم الحروف دي نفس مثلا الصاد نلغي الكاسه بتاعتها يعني حنصنع اشكال محدده بسيطه نركب منها كل الحروف. ولكن هذا الاقتراح جاء في مرحله متاخره لانه منها دخل الكمبيوتر. لما دخل الكمبيوتر حل المشكله دي تماما يعني لانه هنا ما في معدن ما في حاجه الكمبيوتر بيتيح لك تعمل 3000 حرف في الفولدر الواحد ما مشكله يعني. ده نموذج للحروف العربيه من الصندوق بتاع اللي هو الطقم كامل مثلا نموذج لو لاحظتوا هنا مثلا الجيم عندك اربع اشكال الحاء اربع اشكال الشين كده. هذه الاشكال لازم تكون مكتمله كلها في التصميم موجوده مدروسه يعني حسب تصميمك انت تعمل لها الاختصار. دي مرحله اسمها مرحله الليتراسي اللي دي كان حروف بتجي على الشيت بتاع البلاستيك وانت بتضغطها كده بتنزل على الورق. لكن الاستخدام يدوي كنا بنستخدمها في العناوين وفي حاجات زي دي موجوده حتى اليوم يعني دراي ترانسفير بيسموها. اهم حاجه بقى عشان ندخل على تصميم الحروف قبل كل شيء لازم نفهم فكره التشفير تشفير الحروف الشفره كويس الكودينج. عشان الحروف عشان تشتغل في الاجهزه الأجهزة ما بتعرف الحروف لكن لازم يكون في شفرة ما بين الإنسان والآلة يعني. فلذلك كان وضع على مر التاريخ في شفرات للكتابة يعني كويس. مثلا زي شفرة موريس تحت التلغراف الزمان يعني شرطة ونقطة مثلا ألف شرطة ونقطة باء شرطتين نقطتين. العامل لما يدوب كده تترسل للثاني بيعرف طوالي انه دي باء ودي جيم كده. فدي من الشفرات المعروفة. في شفرة جيدو الفرنسية برضه في القرن 18 ودي اول شفره استخدمت مفتاح الشيفت لانه الكيبورد ما بيشيل لنا كل الحروف فقام عمل الشيفت على سنه الكيبورد يتوظف من جديد. بيبقى الكيبورد فيه لايرز يعني فيه طبقات اللي هو تقريبا ما حاصل حاليا في الكيبورد الحالي بتاع الكمبيوتر. وبالنسبه للغه العربيه عانت من مشكله التشفير دي. اول حاجه ظلوا العرب لفتره طويله جدا بيتناقشوا في كيف يشفر الحروف العربيه. ما كان في اتفاق ما بين المغاربه والمشارقه وجامعه الدول العربيه اقترحت سيستم لتشفير الحروف العربيه اسمه ازمون. ولكن قبل ما يعني يصلوا لحلول جات شركه الكمبيوتر لقيت انه ما في تشفير العربيه فكل شركه عملت شفره لحالها. فبقت الحروف النصوص العربيه ما تقدر تنقلها من جهاز للثاني لانه كل جهاز شغال بشفره تختلف عن الثاني. يعني مثلا زمان يعني كان الناس بيعانوا تشيل نص من هنا توديه لجهاز ثاني يقول لك النص ده ما فتح
لغايه اليوم في اثار للمشكله دي، المصدر ما فتح معي او صار لي علامات، ده ليه؟ نتيجه لاختلاف الشفره. لكن العالم كله عانى من مشكله الشفره دي لما بدا العولمه الحقيقيه يعني في التسعينات، الناس احتاجوا للتجاره الالكترونيه وابتدوا انه يعرف انه كل اللغات تكون معرفه لكل الناس في العالم. اول حاجه هنا انتفت صفه المحليه للغات، يعني اللغه العربيه ليست ملكا للدول العربيه، هي لغه عالميه، كذلك الاردو وغيره وغيره وغيره، لانه حندخل في نظام بتاع تجاره دوليه، في نظام بتاع تواصل دولي كده. فاضطرت الشركات وكل الناس اللي شغالين في مجال الكمبيوتر، المؤسسات البحثيه والجامعات، كونوا مجموعه سموها يونيكود، واخترقوا انه يقدموا شفره دوليه موحده لجميع علوم لجميع اجهزه علوم المعلومات. الشفره دي اسمها يونيكود، يمكن بيكون قابلتكم كثير. ده نماذج لشفرات مختلفه، شفره موريس، شفره جي دوت، شفره حتى حساب الجمل العربي القديم هو نوع من التشفير. يعني مثلا الساء لما يكتبوا ساء بتعني 8، عين بتعني كده. زمان عندنا زي يقول لك ما اعرف اصدق لك اسمك بالحروف، انه حرفك الاول بيعمل رقم كده رقم كده ويجمع الارقام، دي حاجه سحريه كده. شفره كذلك موريس، ودي دي نموذج الشفرات العربيه المتعدده اللي هي ازمو 608، ازمو 4، مش عارف ايه، ايزو. وناس ويندوز عاملين ويندوز 1250 عشان يشغلوا اجهزتهم، اسمع بس اي بي ام كان عندهم شفره لحالهم، ماكنتوش عندهم اللي هي عربيك يونيفايد جليفز. فشفرات متعدده دي مشكله كبيره جدا، ما تخلي الاجهزه تتواصل مع بعض كويس. الى ان جاءت في بدايه التسعينات الشفره الدوليه الموحده، فدي مهمه جدا. هذه الشفره الدوليه الموحده تحتوي جميع لغات العالم في داخلها، جميع كتابات العالم، حتى الكتابات التاريخيه بيدخلوها فيها، وهي ضخمه جدا. بتتكون تقريبا لما بدات كان فيها 65,000 جليف، 65,000 حرف، يعني بتلقى فيها كل اللغات كويس. وكان طلبوا من الدول والمؤسسات الوطنيه اللي بتشرف او الصحفيه اللي بتشرف على اللغات في بلدان وكده، انه يعني يدوهم حروفنا اللي بيستخدموها عشان تضاف في الشفره الدوليه دي. واي جهاز او نظام تشغيل ما يشتغل بيونيكود دي ما يقدر يتواصل مع الاجهزه الثانيه. ففعلا عملوا هي عباره عن جداول رياضيه، اي محرف عنده حاجه اسمها كود بوينت، يعني قيمته الرقميه وموحده. فمثلا اذا في حرف A والكود بتاعته مثلا U69A، ال A ده بيستخدم في لغات كثيره، يعني ما في داعي هنحط مثلا في البولنديه او في الروسيه او في كده هنستخدم حرف ثاني، هنستخدم نفس الكود بوينت الموحد ده كويس. ولانه احنا في الفونتات ما يعني ما بنشتغل باللغه، بنشتغل بالكتابه، فعاده الفونت بيكون فيه اكثر من كتابه، قد يكون فيه في داخله يعني فونت مثلا انجليزي وعربي وفرنسي، فيه زي الفونت اللي عملته انا للاين باد كان فيه 6 لغات. فدي بيلمهم شو بتلمهم يونيكود دي. انا لما ببدا باخذ من شفره يونيكود دي، عايز اعرف الحروف ايه اللي استخدمها، اللغات ايه اللي بستخدمها، بطلع حروفها بالكود بوينتس بتاعتها واركبها في الكاركتر ماب بتاعتي، يعني هي عباره عن جدول فيه المحارف اللي هتستخدم، هو زي صندوق جوتنبرغ القديم بتاع الحروف ده، لكن ده رقمي ديجيتال يعني. اوكي؟ العربيه في يونيكود يعني اخذت لها حته معينه وعندها 4 جداول معروفه. الجداول دي هي عربيك سبلمنتري وعربيك برزنتيشن فورم 1 فورم 2، بتشتمل على الحروف العربيه الكامله للاستخدام في كل اللغات، وكذلك في القران، لانه القران عنده تايبوغرافي مختلف. لاحظت انه خط القران وكتابه القران غير الكتابه العاديه، لانه عنده علامات واشياء، لذلك يعني بيعتبروا شيء لوحده يعني قائم لوحده. هذا نموذج العربيه في شفره يونيكود، الارقام اللي فوق والارقام تقاطع الارقام في القائمه فوق وفي الجانب وتلاقيهم مع الحرف بيديك الكود بوينت بتاعه، الرمز بتاعه. بس انت لو كتبت بالكود بوينتس دي في الكيبورد النقاط بتاعتك لو كتبتها بتديك كتابه طوالي، لانه يونيكود هي الاجهزه بتتعامل باليونيكود. فدي العربيه في داخل يونيكود. لاحظ هنا في اشكال بتنفع بتشتغل في الاردو، ودي في الكرديه الكاف دي اللي هي قاع بدل القاف عندهم قاع، فعاملين الكاف عليها شرطه. كذلك الحروف المركبه اللي جيتشرس اللي هي بشكل بتكون من حرفين او اكثر، لكن في رسمه واحده في 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 سلوت واحد. دي لسه برضه بتزاد العربيه في
في داخل اليونيكود. لما اجي اصمم فونت انا باخذ من هنا، باخذ من دي، بختار منها. هذا نموذج اوضح لها شويه. لاحظ علامات التشكيل عاملين عليها دوائر بتاع انها تحت، يعني الحرف هنا فاضي. كويس. تصنيف الحروف الطباعيه، يعني قبل ما ندخل في تصنيفها لازم نعرف الحروف الطباعيه دي هي شنو، اشكالها شنو وكذا. اول حاجه من ناحيه العرض بتاعها، عندك انت نوعين من الحروف عموما، يعني حروف للعناوين مخصصه للعناوين ديسبلاي فونتس، وحروف للنصوص البودي تكست النص اللي انت بتعمله. حروف النصوص تختلف عن حروف العناوين، قد يكونوا طقم واحد لكن ديك سميكه شويه ومخصصه للعناوين. يعني لما نيجي نصمم نحط في بالنا العناوين، لكن حروف النصوص طبعا لها متطلبات اخرى ادقه، حجمها صغير، الرسوم فيها تختلف قليلا عن، لانه غرضنا الوضوح نحن مش غرضنا الجماليه. كذلك من ناحيه طريقه تكوين الرسم، يعني في حروف بنسميها بيت ماب اللي هي دي كصوره، يعني حرف هو صوره. فكان في لو تذكروا الناس بدري في بدايات الكمبيوتر كانت الحروف دي عباره عن صور ما تقدر تكبرها، يعني كان بيدوك مثلا في برنامج زي ويب بتلقى مثلا 12 حجم 12 حجم 10 12 14 16 18 20 22 24 كذا، كل واحد منهم موضوع كصور، فما كانت مرسومه رسم ديجيتال انما هي صور صغيره، فلكن ما تقدر تكبرها كثير، لو كبرتها بتتشوه. في ثاني في البيكسل فورم اللي هي دي حروف مرسومه بالبيكسل بالمربعات، ودي احنا بنحتاجها للاجهزه الطباعيه اللي ذات تكلفه الطباعه الاقل. لو لاحظت مثلا لما تروح المستشفيات الفواتير السريعه بتاعتهم دي بتطبع سريع جدا لانها معموله بالبيكسل فورم، والطابعه بتستهلك نص الحبره اللي بتستهلكه طابعه ثانيه، لان الحروف عباره عن نقاط بس. فدي واضحه جدا، يعني نقاط سريعه في التنفيذ وقله في التكلفه، لكن احنا لما نيجي نرسم نرسمها في شكل نقاط بيكسلز كده. في اوت لاين فونس، ودي تقريبا الغالبيه منها دي احنا بنرسمها بقى بالاوت لاين بتاعها. كويس. بعدين عندنا الحروف العاديه والحروف من ناحيه العرض بتاعها. الحروف اللي بتشوفها في الشاشات وفي الجرائد وفي المطبوعات كلها بنعتبرها حروف عاديه، لكن في حاجه اسمها المونو سبيس، حروف موحده العرض، ودي مهمه جدا. زمان كان مستخدم في الجداول الرياضي، يعني ان انت لما يكون عندك جدول زي جدول الجمع مثلا، انه في مربعات اي حرف لازم ينزل في المربعات، المربعات دي متساويه، لذلك العرض بتاعها موحد، ودي كانت مستخدمه في الطابعات السطريه زمان مثلا في الكمبيوترات اللي كانت المين فريم كانت تستخدم بكثافه في فواتير الكهرباء في كذا. فالمونو سبيس دي مهمة جدا وشغالة لغاية اليوم، يعني من نفس الفونت أنا ممكن أعمل عادي وأعمل مونو سبيس. كويس. من ناحية الوظيفة عندك حروف الطباعة العادية دي اللي بتطبع بها، يعني حاجة تطبع بها سواء بمطبعة أو في طابعة عندك في البيت أو كده بنسميها برينتنج فونتس. في حروف الشاشات، يعني من نفس الفونت بتعمل سكرين فونتس. الشاشات لأنها ريزوليوشن بتاعها أقل، يعني الشاشات دي لما بدأت كان مستخدم شاشات تلفزيون، فكان الريزوليوشن بتاع 72 في حين رسوم الحروف دقتها عاليه، فكان في هنا في جاب لازم كومبايلر عشان يعادل المساله دي. فكنا يعني بعد ما تعمل التصميم انه ده مخصص للشاشات لازم في طريقه معينه انه تغير في الحواف في كذا، يسموها الهنتنج في نوع من البرمجه، هنتنج توجه الشاشه على الحروف تظهر كويسه. لكن حاليا الشاشات اتطورت طبعا خصوصا بعد الليد والحاجات دي، وماشيين في اتجاه اكثر، يعني الشاشات دي بتبقى تسايل 100% حتكون ادق، لان الحروف بتترسم بريزوليوشن 1200 1200 يعني ريزوليوشن عالي جدا، يعني اجود صوره عندك ريزوليوشن بتاعها 300 بس. في حروف الانترنت الويب فونتس، زمان ما كان في طريقه لاستخدام كل الخطوط في الانترنت، لانه اصلا انت عشان تستخدم فونت لازم يكون موجود في جهازك. فكان في الانترنت بيسمح باستخدام الخطوط او الحروف الموجوده في الانظمه فقط، يعني نظام ويندوز عنده 7 فونتات بتاعته دي الرسميه بتاعته، فاي متاحه في كل برامجه، متاحه في صفحات الانترنت في كذا بتستخدمه. لكن حصل تطور كبير لما بعد تطور حاجه اسمها اوبن تايب فونتس، من ضمنها الويب فونتس، بقينا نعمل فونتس مخصصه للانترنت وبتدخل في الستايل شيتس، الناس اللي بيصمموا تدخل هي فيها كنترول تايب وكذا، بتدخل في داخل البرمجه بتاعت الستايل شيت بتاعتهم فيها، بالتالي اي فونت ممكن ينزل في اي موقع
زمان ما كان في طريقه. يعني مثلا الشركات اللي عندها فونتات خاصه، لانه في الشركات الفونت بيعتبر جزء من الايدنتيتي بتاعه. يعني مثلا الشركات الكبيره دي كلها، حتى شركات الاغذيه على شركات الملابس، كلهم عندهم فونت خاص بيهم، جزء من الهويه بتاعهم. ففي مواقعهم في الانترنت او في الهواتف او في الاجهزه الكفيه ولا غيره بيستخدموا الفونتات بتاعتهم دي، خلاص احنا بقينا نقدر نستخدمها اللي هي ويب فونتس. كذلك في فروقات من ناحيه الوزن، الويت، الويت اللي هو السايز، يعني مثلا بولت 14 او سايز 14 16 8. كذلك من ناحيه الستايل، الاسلوب، يعني رومان، جوثيك، في العربي كوفي، سمبليفايد، هكذا يعني. من ناحيه المجال المتخصص فيه حروف، الفونت بيستخدم بالمناسبه، الفونت هو عباره عن مخزن للرسوم، فبيستخدم استخدامات عريضه جدا. اول حاجه حروف الكتابه دي الفونتات العاديه زي الكتابات المعاصره، الكتابات كده. في فونتات او حروف العلامات العلميه، رموز الرياضيات والعلوم دي كده بنعمل لها فونتات برضه. حروف الموسيقى ايضا فونتات بالطبع بالكيبورد وكذا. الايكونز والويب دينكس والحاجات دي والايموجي دي كلها فونتات. يعني مثلا الايموجي اللي بتستخدمها في فيسبوك دي عباره عن فونت، هي يعني رسومات لكن هي فونت مدمجه في داخل البرمجه بتاعت الخوارزميات بتاعت الفيسبوك. قبل كده اتذكر المرحوم استاذنا علاء الدين الجزولي الله يرحمه، قام سالني قال لي يا استاذ محمود احنا ممكن نعمل ايموجيز وايكونز سودانيه؟ قلت له طبعا ممكن من ناحيه الرسم ونبرمجه وكل شيء، لكن بتحتاج الاعتماد. يعني انت عشان تشغلها مثلا في فيسبوك بتحتاج انه فيسبوك تعتمدها في داخلها. كذلك علامات التشفير الرقمي، الباركود، الباركود في عباره عن فونت ايضا، ممكن انا اعمل فونت باركود واعرفه على القارئ الريدر بتاع السكانر بتاع الباركود ده وكذا. كذلك الرموز الدوليه المتخصصه زي علامات الطرق والايكونز والشعارات كلها ممكن، يعني مثلا انا عندي حته شغال فيها عندها 20 شعار، بدل ما كل مره افتش الشعار وين، ممكن احول الفونت بتكه واحده بحرف واحد الفونت الشعار ينزل لهم. كذلك مثلا الحروف المتخصصه زي بتاعت البرايل دي، طريقه بتاعت فاقدي البصر وكده، فدي كلها فونتات يعني مش حروف بس. ده تصنيف، يعني مثلا دي حروف عناوين اللي تحتها حروف نصوص، شوف الفرق بينات يعني بطل تكست والعناوين بتكون ديك سميكة شويه. دي البيكسل فونتس اللي هي مرسومه بمربعات عشان تلبي حاجه بعض الاجهزه. دي البيت ماب فونتس اللي هي لاحظنا انها صوره مكبره، لما تكبرها بتكون ضعيفه جدا. دي الاوت لاين فونتس اللي هي مرسومه بالفيكتورز، بالفيكتورز بنرسمها نحن على برامج المتخصصه اللي بتشتغل بالفيكتورز زي ادوبي الستريتر او انك سكيب او كوريل درو وكده، وزي برامج الفونتات نفسها بتتعامل بال... دي ميزتها انها سكيلبل، يعني مهما تكبر الحرف، مهما تكبر الشيء اللي عملته بها، لافته ان شاء الله 40 متر بتكون ستيل نظيفه، ما زي المعموله بالبيكسل، البيكسل ما بتقدر تكبرها اكثر من 120% خلاص بتتكسر. لكن لو عملتها بدي سكيلبل دي واوت لاين بتكون نظيفه، وفي الصناعه مهمه جدا النظافه دي عشان تطلع قوالب وتطلع اشياء وكذا، كذلك في الاجهزه الطبيه في غيره عشان تكون دقيقه. ده نموذج للمونو سبيس واليوجوال، يعني مثلا البروبورشنز دي هنا العاديه، لكن التحت دي مونو سبيس، شايف ان كلها مربعات متساويه. دي من ناحيه الاوزان اللي هي الويت، اللي هو الثين، لينير، اكسترا لايت، الترا لايت، لايت بولت كده. غالبا يعني انت بتلقى الحاجات دي لما تضغط على انواع الفونتات ووزنها حجمها بتلقى الاشياء هذه. نحن في التصميم طبعا بنشتغل بالاشياء دي كلها، كل واحده بنعمل لها ملف. في فونتات بتكون شايله احجام كبيره جدا، مالتيبل، يعني اول برو، برو مثلا زي الفيتكا، زي بتاع ابل اللي هو اسمه سان فرانسيسكو، بيعمل لي كل اجهزه ابل من الساعه لكذا كذا، بيكون فيه تقريبا 25 وزن زي كده عشان يلبي الاحتياجات، لانه مثلا الحرف اللي انا بشوفه في ابل واتش دي ما بالضروره يكون، او ما بيكون نفس اللي بشوفه في الشاشه بتاعت الاي ماك او بتاعت الايباد. هناك الشاشه كبيره وبتاعت شاشه صغيره، بالتالي بيعملوا يعني حلول لزي دي كده. لكن عموما من ناحيه الرسائل بتلقى رومان، بتلقى جوسك سكريبت وكاليغرافي، يعني في بعض الفونتات عباره عن اقرب للكاليغرافي، دي شغله اصعب لانه بتحاول تقلد خط اليد، بعضها فري هاند كده وهكذا. من ناحيه الاوزان دي طريقه اللي هي باللمس، طبعا دي تطبع باللمس لفاقدي البصر، لكن هي عباره عن، شوف التشهير بتاعها الاي ورسمتها كيف والبي وكذا،
عباره عن 6 نقاط كل مره بيختاروا منها جزء مبسط طبعا. حروف الموسيقى والارقام اللي فوق لها دي الكود بوينت بتاعتها، يعني معروف انه مثلا لما تقول مفتاح الصول الكود بتاعه مثلا 00 دي 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 كده خلاص، حتى لو طبعت في الكمبيوتر هيطلع لك طوال يعني. العلامات الشعارات الرسومات كلها هنا بتستخدمها انت في البرامج، في داخل البرامج تلقى دي كلها فونتات. الايكونز زي دي هي عباره عن فونتات، ده بتاع ابل. كذلك في الفورمات، الفورمات اللي بتنتج بها هذه الحروف متنوعه. زمان كان في ترو تايب دي عملوها ابل ومايكروسوفت مشتركين، في بوست سكريبت عملوها ادوبي لحاله، في مالتيبل ماستر، في اي تي تي كده. دي فونتات يعني صيغ قديمه، الى ان مع ظهور يونيكود اضطروا عملوا صيغه جديده موحده للفونتات عشان تكون قويه تلبي حاجه الاجهزه والبرامج والانظمه وكذا، سموها الاوبن تايب فونت، سموها الاوبن تايب. اوكي، اوبن تايب دي اللي احنا هنشتغل بيها حاليا. في الكلر فونت زي اللي شفناها بتاعت الموجه دي، وفي الفايربل فونتس اللي هي بتديك احجام متنوعه داخل الفونت. ندخل في التصميم، ما اعرف طولت عليكم. التصميم هو طبعا رسم، يعني رسم الحروف بيبدا بالخط وبينتهي بالتصميم. تصميم الحروف بالطبع بيختلف عن الخط، لانه انت بتحتاج تعالج في الحروف مساحات معينه، في السماكات الصغيره تكبر شويه لما كان بيصنع بالمعدن عشان ما تتكسر مع الاستهلاك، بتحتاج لقوه السطر تحت، بتحتاج للتباين بين اشكال الحروف، في نفس الوقت التميز انه الطقم ده يكون هو ست هارمونيك، يعني كده مع بعض كله متناسق. البدايات والنهايات بتاعت الحروف برضه لها معالجات خاصه عشان ما تتترم تتكسر تضيع في الشاشات الصغيره في حاله التصنيع ما يحصل كذا. كذلك مراعاه تلاقي وسط الحروف ده خاصه في الحروف العربيه، التلاقي بتاعهم ده بيتم بالاوفرلابنج، هو انه الحرف بيطلع الحرف الثاني. عيون الحروف اللي هي الفتحات الداخليه للحروف انها لازم تكون واضحه في اصغر حجم، يعني ما تطمس. الكشيده اللي هي المده في النص والمده العاليه برضو يجب مراعاه احجامها وطوالها لانها بتاثر معانا في الضبط بعدين. عندنا اساس بنرسم عليه هذه الحروف اللي هي في قاعده مشهوره جدا بنسميها قاعده ابن مغله. قال انه ابن مغله ده في العصر العباسي خطاط مهم، قال انه اساس الحروف هي الدائره التي قطرها الالف، يعني كل الحروف العربيه دي طالعه من دائره قطرها الالف، فزي ما في الرسمه هنا بعادله. في اللاتينيه عندهم حاجه اسمها الام سكوير، الام سكوير ده انه باعتبار الام اكبر حرف عندهم حجما يعني عرضا وكذا، ففي داخله بتترسم كل الحروف بالمقاسين ديل. يعني احنا المفروض نصمم بناء على ديل، يعني ديل لما تصمم بناء على ديل بيدوك اتساع جيد جدا، لما يكون في حرف كبير وحرف صغير وكذا. في التصميم بتاع الحروف رسم عندنا اهم حاجه ضبط المسافات، انه انت عندك مسافه اعلى ومسافه ادنى ما تنزل تحتها في رسم الحروف، والمسافه الاعلى دي عشان بعدين في السطور ما تختلط السطور مع بعض، المسافه اللي بين الليدنج دي يسموها كده. وعندك بيز لاين في الحروف العربيه. الحروف العربيه والحروف اللاتينيه انا بفتكرهم عائله واحده متشابهين، يعني بيختلفوا مثلا من الصينيه كان كده، لذلك معالجتهم يعني شبيهه ببعض، يعني شبيهه ببعض. دي طبعا جريد يعني عشان ترسم عليه. مقاسات عامه، ارتفاع الالف الزلف في بدايه الحروف، التشكيل وين حنضعه؟ التشكيل ده مشكله كبيره جدا، لانه في الحروف الطبيعيه القديمه المعدنيه كان ما بتقدر تدخل التشكيل مع الحرف جوه زي ما في الكتابه العاديه، فكل التشكيل معلق فوق. لكن حاليا الرقميه بتحلت المساله دي بحلول انه في لور بيز، يعني بتعمل اكثر من سطر للسطر العربي، تدخل فيه التشكيل بيبقى التشكيل متحرك مع الحرف، بتحتاج برمجه خاصه بيها. ده نموذج من حرف طباعي كان عملته انا، فشايف التشكيل هنا داخل في داخل الحروف. ده نموذج للفرق ما بين الخط وبين الحرف الطباعي. السطر الاول ده خط كوفي قديم، خط يعني، لكن السطر الثاني ده تصميم لحروف طباعه، فشوف الفروق واضحه جدا، اللي هو توسيع المسافات اللبانه، يعني الحرف واضح، تفريق السين وهكذا يعني. فده التصميم فعلا اللي بيختلف عن فن الخط. ده نموذج بالكاركتر ماب القديمه، شوف فيها كم شكل.
هنا في تصميم الحروف زي ما ذكرت ان العمل مش مع الكاركتر، مثلا جيم هي كاركتر خلاص تعبير رسمه عن صور، لكن بيتعامل مع حاجه اسمها الجليف اللي هي المحارف، فالجيم عندنا فيها اربع محارف، وكذلك الحروف المركبه اللي هي زي ما ذكرت اللي جيت شفت اللي هي حرفين في شكل واحد او ثلاثه حروف، او مثلا عبارات كامله زي كلمه الله بتكون اسم الجلاله بيكون موجود كامل ما بتركب تركيب. ده نموذج ليه للحروف المركبه هنا. فانت مثلا ترافيك لما طباع عادي بيكون كده شكلها ما حلو، لكن في الكتابه مثلا مركبه هنا بالاحمر دي اللي هي زي الجيتشر، فده في التصميم بنعمل بنعتبرهم حرف واحد يعني الثلاثه دي. فانت بتطبع عادي بالكيبورد لما تيجي في دي اوتوماتيكلي البرنامج بتاعنا بيقوم بيركب لك الجيتشر كويس. هذا نموذج. كذلك عندنا حاجه مهمه جدا اللي هو تسميه الحروف. عندنا الحرف الاصل كاركتر الجيم مثلا نقول له ايسوليتد الحرف المفرد، والحرف الانيشال اللي هو الابتداء يعني الجيم اللي بيجي في اول الكلمه، الميديال الجيم اللي بيجي في نص الكلمه، الفاينل الجيم اللي بيجي في اخر الكلمه. لذلك كل الحروف فيها هذه الحدود، مثلا الالف، الالف عندك الالف العاديه في الكيبورد كذلك فيها الالف ماده، الف همزه بيلو مثلا، الف همزه اباف، عندك الف فاينل، الف كذا، شوف الاشكال كثيره جدا، اللام الف مثلا عندك اللام الف الايسوليتد والفاينلز، فدي كلها لازم تكون موجوده في التصميم. ده نموذج لتصميم في بداياته يعني مخطوط خط لسه انا ما اشتغلت ما رسمت، لكن ده في مرحله سكتشي جرب فيه، فببدا هنا من هنا بفصل الحروف واحدد وكذا في التصميم. التصميم قد يتم على الكمبيوتر مباشره زي ما احيانا بنعمل، واحيانا على الورق ننقل للكمبيوتر. ده نموذج لطقم لحرف كوفي كان لشركه دله، الخط بتاعه دي الرسومات بتاعته، الرسومات دي معموله على الاستريتر، هنا ما في فونت دي رسومات، وفي المرحله دي لازم تعمل تجرب التركيب انه الحرف ده لما يجي مع ده وكذا، شغله طويله جدا بتاخذ زمن عشان تتاكد انه مظبوط بعدين لما يتبرمج. هنا بندخل في مرحله البرمجه، في مرحله البرمجه عندنا بنعمل كاركتر ماب اللي هي معادل للصندوق زي البيت الجديد، بناخذها من شفره يونيكود وبننزل رسومات الحروف دي، رسومات الحروف بننزلها على السلوتس المربعات دي في مكانها الصحيح، يعني ما تضع حرف في مكان خطا، لازم تتبع الرقم بتاع يونيكود. ده نموذج لحرف انا عامله اسمه سراء، استخدم هنا في شعار بتاع الجائزه العالميه للروايه العربيه البكر. طيب ده حرف انا عملته كان لليونسكو لحاجه اسمها كتاب في جريده. كتاب في جريده كان مشروع عملاء اليونسكو بيطبع روايات في كل الصحف العربيه في الدول العربيه في يوم واحد في اخر الشهر، عباره عن ملحق كان في التسعينات يمكن كثيرين شافوه، فانا كنت اعمل لهم الفونت ده اشتغلوا به طوال فتره المشروع، كان مشروع ناجح جدا. الفونت ده انا طورته من خلطه ما بين خط النسخ وخط اندلسي، يعني اخذ من هنا وهنا ومن الاثنين استوعبته لكن رسمته كحروف وكذا. ده نموذج لرقمنة الحروف اللي هي رسمها رقميا ونقلها لبرامج تصميم الحروف. هي برامج تصميم الحروف برامج سوري برمجه الحروف برامج مختلفه فيها ثلاثه مستويات، في برامج احترافيه، في برامج وسطى، في برامج بسيطه حتى على الموبايل ممكن تشتغل لكن ما بتديك الشيء الصحيح. احنا بنشتغل على البرامج الاحترافيه زي فونت لاب مثلا وزي جليفز وفونت فور وفونت كرييتر، كل الحاجات دي بنشتغل عليها لان هي بتديك ميزات متقدمه، لكن كالعاده ما في برنامج بيديني شغلي كامل، احيانا بشيل الفونت بتاعي ده انا بقوم به من برنامج لبرنامج لبرنامج عشان اخذ منه اودي فيه وظائف معينه. في النهاية أصلا الفونت هو عبارة عن ملف، هو زمان كان الفونت عبارة عن يوتيليتي يعني بينزل في داخل السيستم بتاع الكمبيوتر، ده كان بيعمل مشاكل لكن عشان ما يعمل مشاكل دي طور الفونت بقى سوفت وير غايب لحاله، فلما أنا أديك الفونت بقى ما عنده علاقة بالسيستم. بقينا زمان كنا نعمل نسخة مثلا لأبل لأجهزة أبل، نفس الفونت نعمل منه نسخة لأجهزة ويندوز، نفس الفونت لنظام ويندوز كذا، لكن حاليا بالصيغه الجديده اوبن تايب فونت ومع شفره يونيكود بنعمل فونت ملف واحد بيشتغل فيهم كلهم، بيشتغل في كل الانظمه.
واحيانا انا احتاج حمايه من الفونت اخليه يشتغل على مثلا على شيزك ماك بس، زي مثلا انا مديه لجريده مثلا على اساس انه ما يتنقل اكثر لانه مستخدم ويندوز اكثر، اذا انا شرطه في ويندوز حينتشر اكثر كذا. يعني انت بتحدد عايز الفونت ده يا سيستم ولا شيء وتشتغل بناء على ده. المشروع بتاعي انا رسمت الحروف على الكمبيوتر، التصميم كله كان هو فكره على الورق، لكن اشتغلت في البدايه على الاستريتر، حددت برشز معينه عشان ارسم بيها. ما البرشز بتاعت الكمبيوتر في الاستريتر بتديك سماكات اتجاهات محدوده وكده، لكن بستخدم انا اكثر من برش، فحددت البرشز دي وحفظت قيمها وكذا في داخل البرنامج. يعني بعد كده بدات ارسم بيها، يعني ارسم بيها الحروف وبحدد القيم بتاعت السايز وكذا المعلومات دي كلها لغايه ما يكتمل معاي رسم الحروف واجربه داخل الاستريتر، يعني عارف يعني كده كانه يدوي لصق كده واجرب لغايه ما اصل لاحسن شيء قبل ما انتقل للبرامج الاخرى. هنا اكتمل الطقم، هو كان من وزنين بولد لايت، دخلته بعد كده. انت في داخل البرامج دي كلها بتديك ميزه ادخال او مهمه ادخال معلومات الفونت، دي معلومات مهمه جدا. مثلا ده الفونت اللي انا عملته مسميه سودان ريفولوشن، اديته لقناه السودان بكره وسه شغالين بيه، يعني ناس من اصحابنا ممتازين جدا، والفونت ده انتشر خالص في البوسترات بتاعت الثوره وكده. لكن هنا مثلا ده نموذج لادخال المواصفات، كل البرامج بتديك الميزه دي، يعني انت لازم تدخل معلومات الفونت من النيمز، الكوبي رايت، السبيسيفيك نيمز، اديشنال كذا، الكوبي رايت، الامبيدنج، الديزاين انفورميشن، اللايسنس، مجموعه معلومات لازم تدخلها عشان اي برنامج او جهاز يسال من معلومات الفونت دي عشان يقدر يشكله. انت في المعلومات بتلبي متطلبات كل الاجهزه، كل الانظمه، نظام ويندوز عنده متطلبات معينه في الفونت، اذا ما وجدها ما بيشتغل. يعني مثلا هو بيتعرف على الفونت، على حروف الفونت باسماء الحروف، مثلا الف عربي فاين، بيتعرف عليها بالطريقه دي. النظام ما بيتعرف عليها باليونيكود، كل نظام له طريقه. فانت بتدخل المعلومات دي، الكودينج بتاعك اللي عايزه، شنو اللغه، شنو اللي عايزه. ده نموذج صفحه مثلا من برنامج كليفس، شوف هنا مثلا اشكال الالف الموجوده كلها مع اليونيكود نمبر بتاعتها، ولو لاحظتوا في على اليسار في بيديك اللغات كلها اللي انت عايزها، يعني عربي، تشاينيز، سياري، الهندي، الانتجاري، الجابانيز، الكوري وكذا. لا، على اساس انت ممكن في الفونت الواحد تدخل اكثر من لغه، وده شيء طبيعي جدا، يعني تدخل اكثر من لغه. ده نموذج مثلا وضع الرسوم في صندوق المعارف الالكتروني، ده الحرف بتاع السودان ريفولوشن. لاحظ انه هو فيه عربي ولاتيني انجليزي مع علامات الترقيم، مع ارقام، مع اشياء اخرى، وعلامات التحريك بتاعت الانتر والنزول للسطر وطلوع السطر، كل هذه في داخل الفونت، تحكم في الكيبورد. ده نموذج ليها، ده اليونيكود. في تحت هنا في اسم الحرف، يعني مثلا عربي عندك ديجيت 8 ده اسمه، والفوق له اليونيكود، لان انت الحرف ممكن عنده يعني صفات واسماء متعدده، زي ما قلت انه اليونيكود بتدينا الكود بوينت، بتدينا الجليف نيم. دي ما برضه معلومات الحرف من برنامج ثاني. شوف هنا دي البرمجه، الحقيقه البرمجه هنا عندنا لغه برمجه خاصه اسمها اوبن تايب فيتشرز، ودي لغه عملتها ادوبي لمصممين، الناس اللي بيشتغلوا زينا كده وبالتعاون مع مايكروسوفت، اشتركوا في المشروع ده، وهي شبيهه بلغه اتش تي ام ال، شبيهه بها يعني قريبه منها. لكن هذه اللغه مهمه جدا جدا، اي مصمم لازم يعرفها، يعني ما صعبه. انت بعد ما تركب اللاير، صندوق الحروف ده بقى فيه لايرز، اللايرز الاساسي بيشوف شكل الحروف، لكن في الداخل فيه البرمجه، في داخله في يونت خاصه للبرمجه دي، انت بتكتب البرمجه دي هي اللي بتربط الحروف. يعني لما تطبع انت في الكيبورد مثلا الف جيم، هو بينتظرك بعد الجيم حتطبع ايه؟ طبعت دال، البرنامج ده بيوجهه انه اختار الدال، مثلا اختار الحرف هل هو نهائي او كذا وكذا. يعني اذا شوف انه عامل حفلات مثلا، ده نموذج ليها في الليجيتشرز مثلا، برمجه الليجيتشرز. هنا عندك انت عندك حاجه اسمها الفيتشرز وحاجه اللوك ابس، بيعرفوها ناس البرمجه الحاجات دي. واتجاه اللغه اللي هي رايت تو ليفت، مثلا في السطر الاول شوف مثلا صب الف عربي
فتحتان عربيك باي ألف ويز فتحتان isolated. إنه لما الزول يطبع علينا أو الشخص يطبع الألف العربية ويطبع فتحتين أمشي أطبع ليهم شنو؟ نفذ ليهم الليجيتشر اللي فيه الرسمة دي بس يعني. يعني أنت في الكيبورد ما عندك التركيبات بتطبع عادي، لكن هنا الصد ده هو اللي بوجه إنه هيعمل سبستيتيوشن باي يعوض دي بيدي يعني. فكذلك في التشكيل مثلا ضمتان عربي شدتان عربي، فهذه اللغه مهمه جدا للبرمجه. برمجه يكون في داخل ملف الفونت، واذا ما كانت صحيحه الفونت ما بيتعمل له تنفيذ او جنريتر، لازم تكون صحيحه وبالصحيح نفسها فيها. كذلك فيها تحكم الكيرن، المسافات بين الحروف الكيرنين واشياء كثيره اخرى. ده نموذج ليها كيف بتشتغل. مثلا ده هنا السطر، ده هنا سطر بتاع السكشن بتاع لما انت تكتب اللام الف، انت بتطبع في الكيبورد لام تزيد عليها الف بالطوال يطلع لك النتيجه لام الف كويس، فبتتم عبر البرمجه فوق اللي صار لام الف اللي هي لام انيشال عربي، بعدين هنا الف همزه ابوف فاينل عربي باي لام الف همزه ابوف ايسوليتد اللي هي دي النتيجه النهائيه. فده بوريك كيف بتشتغل برمجه مهمه جدا جدا. وهذا هنا كذلك اختيار السبورت كود بيج. الكود بيج لكل لغه خدت لها رقم محدد، في العربي خدت لها 250 بتاعت ويندوز ويسترن لاتين زي ما قلت اللاتينيه والعربيه اشتغلوا سوا. فدي برضه بتختار انت في داخل البرمجه بتاعتك، بتحدد اذا عندك لغات اخرى بتختار من الجدول ده، مثلا هيبرو تركيش غير كده بتختار معاها اذا كانت في الفونت، اللغات اللي في الفونت بتحطها هنا كويس. ده نموذج الحرف بتاعي بعد ما برمجته واشتغل جربته على الاجهزه. ده حرف ثاني عملته لجريدة اليوم بحروفه بس يعني. بعد كده دي نماذج لتصميماتي. حرف اسمه نقطة اسمه ما برمجت لسه لكن جاهز هو يعني مرسوم. دي التوصيات اللي انا كان عملتها في الدراسة، انه يعني من اهم التوصيات افتكر انه تعليم التايبين في المدارس المفروض لانه التايبين خلاص هو مستقبل الكتابة يعني، لازم في المدرسه الابتدائيه الناس يدرسون تايبنج. نحن جيلنا ما تعلم تايبنج بطريقه منتظمه يعني باجتهاد بعد ما كبرنا وكذا. وبعد ذاك يعني للكليات المتخصصه ان يتوسعوا في الدراسه بتاعت التايبوجرافي لانها ضعيفه ما بيقدروا، لانها تخصص داخل تخصص يعني هي داخل اقسام الجرافيك واقسام الكاليجرافي، فبتتعامل في الدراسات العليا وفي كورسات خاصه وكذا يعني. ده نماذج دي كتاب في جريدة استخدم فيه الخط بتاعي اسم كتاب الناس شافوه، وطبعة الإكرام جريدة مكة هي بتستخدم حروف. ده حرف إسراء اللي كان عملته للاينوتايب، وهم طبعا هسه بيوزعوه هم ومونوتايب الأمريكية بيوزعوه هم. كان استخدمته سامسونج لما نزلت الهواتف بتاعت جالكسي أول مرة، كان نزلت الدعايات بتاعته وفي داخل الهواتف كان مستخدم في بداياتها. كذلك هنا في أغلفة الكتب دي بعض الفونتات بتاعتنا المستخدمة. أغلفة ده غلاف عملته أنا مستخدم فيه أغلفة كذلك. ده الحرف بتاع الثورة السودانية شفتوه كثير صور منه، واستخدم في بوسترات الثورة كثير. ده حرف الدارة من أوائل الحروف اللي عملت دارة الملك عبد العزيز، بيستخدم حتى الآن في مجلة الدارة، هو شكل تراثي محلي يعني. أنا أخذتها من خطوط هي عربية قديمة لكن محلية في داخل المنطقة هنا، فمرتبط برسالة المجلة نفسها وشكلها، هي مهتمة بالتراث المحلي. جيل القامش، القامش الكتاب الملحمة الشهيرة العراقية اتعملت لها طبعة جديدة، ترجمة كان رئيس شركة رامكو مساعدين. فانا عملت اليوم حرف مسماري عربي، عملت الكتاب ده يعني هو بالطريقه المسماريه القديمه لكن عربي، فطلع كتاب يعني. ده حرف برضه خط كوفي في احدى المساجد يعني، طورته الى حرف طباعي، هو خط على المساجد قديمه. ده بذلك كلها خطوط نماذج. انا تقريبا كده العرض بتاعي انتهى يعني. أستاذ أنور، دكتور أنور، ألو؟
ايوه شكرا جزيلا، شكرا جزيلا استاذنا المامون على التقديم الرائع جدا صراحه، يعني معلومات ثره، ووضعت الحياه في السياق بتاع التاريخي، والواحد قدر يعرف لشنو الخطوط العربيه بتظهر بصوره مختلفه لما تتنقل من ابلكيشن لابلكيشن ايوه والى اخره، فهذه حاجه جميله جدا يا اخي، نشكرك جدا والله، احنا فخورين بك يا استاذ المامون. طيب في سؤال يا شباب، لو في واحد عاوز يسأل يقدم سؤال ولا كده، ممكن تستخدم خاصية رفع اليد في زوم اللي هو في الرياكشنز بتعمل ريز هاند. في سؤال هنا ده من مبارك عبد الله، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال لك هل الخط المعروض في الشاشة هو الخط الذي قمت بتصميمه يا أستاذ مامون؟ نعم نعم إذا كان بيقصد هو بديك نموذج حاليا ممكن طوال يا مصطفى. مصطفى يحضر. يعني أنا عايز أديه نموذج مباصي مثلا اسمه مين هو؟ هو مبارك عبد الله. بعده مصطفى جعفر عنده برضو مداخلة، عملنا له أم ميوت، ممكن أعمل أم ميوت لأنه دقيقة أنا أشغل لك مثلا الفونت اللي أنت قلته ده أيوة. سهل عنه، أنا أشغله له مباشرة، بتكون حاجة كويسة لما أشتغل مباشرة. أيوة هذا هو الخط اللي أنا صممته، شوفه شغال. لا هسه يعني احنا ظاهر لنا هنا في الشاشه. سوري ما انا ما شغلت الشاشه. اي ممكن تعمل ستوب للشير ده وتشير الخط الثاني. طيب نعمل ايوه يلا شير الخط الثاني. كده ظاهره لسه ما شير، ده عامل شير عمل شير من جديد، سكرين شير سكرين. ايوه كده ايوه ظاهره، نعم كده وظاهرة يعني. مبارك مبارك عبد عبد الله. الله. ايوه مرحبا مثلا بك، هذا الخط اللي عملته انا. يا سلام. يعني مباشره انت ممكن تطبع به زي ما انت عايز. طيب المراحل شنو بتاعت انه الخط ده عشان يكون امبيدد موجود داخل السيستم في ويندوز ولا ابل ولا كده؟ ايوه بعد ما نحن نصمم الفونت ونبرمجه بيطلع ملف، طبعا ملف الفونت اللي بتشوفوه عادي بيجيكم ده، نعم فانت بتثبته في النظام بتاعك، ايوه بتثبته في النظام عادي. يعني في نظام ابل بتثبته، في عندهم برنامج اسمه فونت بوك، مجرد ما تضغط على الفونت بيفتح فونت بوك، بتعمل له انستول بيشتغل طوالي. هاي يعني قصدي انه ما يعني ما بعته للشركات نفسها. ده قصدك حته التسويق والبيع. ايوه الملكيه في الشغل كده. ايوه دي في لها انظمه، في في بيع مباشر، يعني مثلا جريده يعني بيعملوا كوميشن، يعني انه يا اخي اشتغل لنا الفونت، عمل لنا فونت، انت زول معروف وكده وعمل لنا فونت، عملوا اليوم واتفق معاه مباشره الفونت اما يكون حصري ابيعه لهم للنهايه او يستخدموه لفتره محدده، ويكون انا عندي حق التصرف فيه، يعني حسب العقد اللي انت بتعمله معاه. فده ممتاز. بيع مباشر كويس. في بيع للافراد، يعني انا يكون عندي موقع بتاع بيع او اي موقع يبيع وانا اخد فيه الفونت، اي زول يطلب ابيع لهم ارسل له نسخه كويس. في بيع للشركات المتخصصه، يعني دي بتعمل معاك عقود لفتره طويله زي لاينو تايب الالمانيه، مونو تايب الالمانيه الامريكيه اللي هم عملوا معايا العقد بتاعي ده، وهم بوزعوهم وبعدين هم طبعا يعني، لكن دي طبعا دي شركات متخصصه، يعني انا سامسونج ما بعت لهم الحرف بتاعي، هم استخدموه لكن هم اشتروا من لاينو تايب. اوكي اوكي فديل لان هم شركات كبيره، يعني لاينو تايب دي مكتباتهم فيها 10,000 فونت وبعدين عمرها اكثر من 150 سنه ما شاء كويس. الله. وبعدين بيصنعوا الاجهزه وبيصنعوا كده، يعني انت مثلا عملت جهاز، الجهاز ده فيه كتابه، اي جهاز عايز له كتابه هم اللي بيصنعوا لك، لكن انا كفرد ما بقدر اشتغل شغل، لكن انا مصمم، هم عندهم قائمه دوليه للمصممين محتفظين بها وكذا، انا في القائمه دي داخل. ما شاء الله. يعني احيانا لما يحتاجوا شيء ممكن يتصلوا عليك، ممكن يطلبوا منك، ممكن انت ترسل لهم شغلك يشتروا منك. ف
ففي انظمه مختلفه لتجاره وبيع الفوم، لكن برضه المجال ده بيعاني من قرصنه كثيره جدا طبعا. حمايه الفوم عشان ده اقول لك، ده اقول لك انه يعني القرصنه بتاعت الفونت ممكن ايوه تكون من اسهل انواع القرصنه ولا شنو؟ والله هي وخطره جدا كمان، يعني حتى الفونت ذاته مرات بيكون مدخل للهاكرز. يعني في قصه كده انا احكيها لك فيما بعض، يعني بتخش فيها سياسه ومو سياسه، كان في دوله كده وزاره الخارجيه تتهكر الموقع بتاعهم، تشغلنا عن طريق الفونت. كويس؟ الحمايه بتاعت الفونت انت ممكن تحميه اذا اشتريت الالكترونيك سيجنتشر. اوكي. تشتريه حمايه للفونت. كويس؟ ده من ناحيه يعني من ناحيه التكنيكال. ناس مايكروسوفت بيبيعوا الالكترونيك سيجنتشر ما يشتغل الفونت الا بالله. او تركب معاه دونجل، في حاجه اسمها دونجل زمان كان بتيجي مع برامج وبتاع، الفونت ما يشتغل الا الدونجل ده يتركب. اوكي. كويس؟ او شكرا. اي كويس؟ في ثاني النواحي القانونيه انك تسجله ملكيه فكريه. التسجيل مشكلته انه يعني انت ما تلقى لك تسجيل عالمي بسهوله، تلقى تسجيل لمنطقه معينه في العالم. ايوه. تضطر انه مثلا تكلف المحامي بتاعك عشان يسجله يقوم يسجل هنا وهنا 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 وهنا. التسجيل مكلف جدا جدا والملكيه الفكريه. فلكن اذا سجلته خلاص ثاني اذا استخدم طبعا بتقدر تقراضيه. أيوة. فنحن ما قادرين على المرحلة دي أن نسجل حروفنا وكذا وبتاع. فأنا شخصيا بعتمد على التعاقد الشخصي أكثر شيء، يعني ما أو أنا الشركات اللي أنا بشتغل فيها بعمل جزء من شغلي بعمل. ممتاز. طيب مصطفى جعفر كان رافع يده في البداية. أيوة. بعده هو الأستاذ طارق وبعده مبارك. مصطفى تفضل. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أول حاجة أشكر دكتور أنور على الحاجة يعني قدم البلاتفورم بطريقة جيدة، وشكرا أستاذ مامون يعني نقلتنا زي ما بقولوا في جولة سياحية تاريخية في الخط العربي والخطوط لغاية ما وصلتنا لغاية الكمبيوتر، يعني فكانت حاجة جميلة جدا جدا. فسؤالي بسيط بالموضوع، كنت تجي تصمم الخط، يعني مثلا في خط مثلا صممت خط للثورة السودانية، يعني المصمم مثلا كيف بدرس الكلتشر مثلا، او بدرس الخط ده يكون مخيف، الخط ده مثلا بيعبر عن العدالة، الخط ده يعني الحاجات النفسية بالخط كيف بتتوصل لانه الخط ده هو الحاجة المناسبة، خصوصا حاليا مثلا احنا هنا في بعض الدول بقى عندها خط رسمي للدوله كلها. ايوه. يقول لك الخط ده بيعبر عن التاريخ بتاع الدوله، عن فداير تجربتك في الحته دي، وهل السودان عنده حاجه زي دي خط رسمي في وقت من الاوقات او ممكن يدعمه، يعني خط يعبر عن السودان كدوله وشعب. شكرا جزيلا يا اخي. سؤال جميل. هنا طبعا الخط يعتبر نوع من الايدنتيتي. كويس؟ يعني زمان الدول العربية القديمة الممالك وكده أي مملكة أو دولة عندها خط خاص بها، الخط ده يعني زي الشعار لها، يعني العثمانيين كانوا بيستخدموا الخط الديواني ده ومانعين أي زول يستخدمه لأنه بيعملوا بالفرمانات والأوامر السلطانية، لو لقوا زول قاعد يبقوا بيعتبروه مزور. كويس؟ مثلا المماليك عندهم هوية خطهم الثلث المملوك السبيق ذاك، لأنه شغلهم كله كان حفر على المساجد وخشب وما بعرف ايه، لو شفت القاهره الفاطميه والمملوكيه وبشوف تلقى الحاجات دي في الاندلس مثلا، فالخط هو هويه اصلا، يعني جزء من الهويه. كويس؟ يعني مثلا الالمان عندهم الجوسك، الجوسك ده لغايه اليوم موجود، هو خط سميك جدا لكنه كان تابع للجيرمان الزمان، بيقول لك الجيرمان كانوا عنيفين وكانوا عسكريين وقويين كده، خط سميك جدا. فالخط دائما بيعكس شخصيه الامه اللي بتستخدمه، وكانت الدول الاسلاميه والعربيه دي كانوا يعني كل ناس بيخصصوا خط معين بيكون لهم، وحتى الخطاطين كانوا بيحتفظوا بهم في الدار السلطانيه، والمذهب دي مستمر لغايه اليوم. هسه على الليله دي في البيت الابيض في مكاتب قليله جدا جدا، من ضمنها مكتب الخط لغايه الساعه دي في خطاطين قاعدين فيه جنب الرئيس طوالي، اي انفيتيشن اي حاجه لازم يعملوها هم، يعني كنوع من التميز. ملكة بريطانيا برضه عندها خطاطين وعندها خطوط معينه مستخدمه. فالمذهب دي في فن الخط موجوده. كويس؟ في الفونت بتختلف المزالة، في الفونت احنا محايدين، يعني انا بعمل الفونت ده لاستخدامات متعدده، بدي اعمل فونت مخيف، فونت كذا باحساس كذا كذا، اذا طلب مني بدعمل يعني ما شغله صعبه يعني. كويس؟ في نحن بالنسبه لنا احنا في السودان، نحن طبعا الكتابه العربيه دخلتنا عبر مراحل يعني
عبر بوابات، ثلاثة بوابات اللي هي البوابة المصرية والبوابة الحجازية والبوابة المغربية اللي جاب عن طريق دارفور. دخلت دي دخلت خط اسمه ورش، ورش بتاع الخلاوي بيسموه السوداني السميك ده، لغاية اليوم الناس بتقول في اللحان دي لو حصلوا من الخلاوي دي فده نكهة وراه كويس. جاتنا من مصر مع الأزهريين، دخل خط الرقعة الكتابة السريعة دي، خط الرقعة وده الأزهريين والغردونيين كانوا بيتفننوا فيه الكتابة بقلم الحبر والرنجة كده يعني، فده شخصية تانية مختلف. وبعدين أهلنا الصوفية بيكتبوا خط النسخ بنكهة فارسية، لأن الصوفية مرتبطة بالفارسية أصلا بالشيعة وكذا. فتلاحظ لهم أنا الحقيقة مجمع الحاجات دي كلها مصنفة كده، تلقى خطهم نسخي وفيه نكهة فارسية. فدي ثلاثة نماذج للخطوط الموجودة في السودان. لكن ما نحن ما عندنا خطوط، نحن هم تلقينا الخط العربي في مرحلة متأخرة، لكن عندنا خطوطنا القديمة في الدولة العربية وفي غيرها، عندنا إرث ضخم جدا وجميل جدا جدا، لكن انقطع في الدارك ايجز ما بين نهاية الدولة المروية لغاية ما ظهرت دولة الفند. دولة الفند كانت فقيرة، هي أخذت ورش وأخذت الحياة اللي جات من مصر يعني، لكن ما كان عندها تراث يعني كثير في الحاجة يعني. أتمنى إنه كان أكون جبت على السؤال. شكرا، شكرا جزيلا، ما شاء الله عليك، يعني بتدي الإجابة ومع الفائدة زيادة. الله يسلمك يا دكتور. الله يكرمك. طيب أخونا طارق. السلام عليكم. تفضل يا استاذ طارق. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ مأمون. الله يسلمك طارق. طبعا انا يمكن سؤالي شوي يكون، انا طبعا ممارس للشغل بتاع التصميم، فعندنا مشكله دائما اضع حسب تدوير الخط العربي، يعني اذا عايز سوري في ايه؟ نعم مشكله في ايه؟ عايز اكتب مثلا سطر اعمله في شكل دائره. أها تدوير أيوة دائما بتلاقينه مشكلة اللي هي الحروف بتتكسر يعني، لأن الحرف يعني المادة مثلا لو في مادة في الحرف لك، فدي من مشاكل كثيرة يعني. أنا ما أعرف هل في علاج لها ولا، أنا عادة بعمل لك ريت أوت لاين وبرسمه، بعمل دائرة وشيل الجزء أعدي أيوة. يعني إنجليزي ما في مشكلة، عربي أهم في بتاع التدوير دي. ده سؤال. أيوة. سؤال ثاني عن الأرقام العربية. أيوة. والأرقام الإنجليزية، أقول لك العربية هي أصلها هندية. أيوة. مع إنه أنا ما أعرف، أنتم الناس خطاطين بتعرفوا هاي ده أكثر. أيوة. الحروف العربية يعني بتتماشى مع الخط العربي بتاعنا يعني، مع شكل الريشة، مع أما الإنجليزية اللي هي بيقولوا أصلا عربية ما بتشبه الخطوط العربية، فهل يعني حتى ده أنا ما وقع عليها يعني. طيب بالنسبة للسؤال الأول، طبعا الكتابة العربية عندها بيز لاين اللي هو السطر التحت ده، وهو في الغالب مستقيم أغلبها يعني، أحيانا قليلة تلقاه مغوص يعني، لكن دائما مستقيم عشان تتركب السطر في بعض طبيعة السطر العربي كده. الحروف اللاتينية مفصولة، فلما الحروف اللاتينية لما تدورها ما بتتكسر لأنه كل حرف قاعد لوحده، لكن الحروف العربية أصلا مرسوبة مع بعض. أنت لما تجي تطبعها وتحط وتطبعها تركبها في دائرة مثلا في الستريتر، بيكون كل حرف قاعد لحاله بالسطر بتاعه مستقيم، فما في أي حل أنت بتقدر تدخل تخلي الحرف ده ينحني. دي ما وظيفة الفونت، دي وظيفة البرامج، دي وظيفة البرامج يعني. مفروض يكون في داخل الستريتر أو فري هاند أو البرامج دي يكون فيها الميزة دي يعني، لكن لأنها شغلة صعبة بالنسبة لهم، فأحسن حاجة الطريقة اللي اتبعتها أنت إنك تعمل كريت أوت لاين، تحول الفونت التكست تحوله لأوبجكت وتعالجه، ده الحل الوحيد، كلنا بنعمل كده يعني. كويس، فما في حل، لأنه الحرف ده ما يونت، هو واحدة يعني، ما بتقدر تتدخل في داخله في الستريتر مثلا، الا تعمل لك ريتا اوت لاين تحول لاوبجكت عادي. اوكي؟ اوكي. بالنسبه للسؤال الثاني بخصوص الارقام، الحقيقه الارقام دي طبعا الارقام دي اصلا بدات في الهند كويس؟ هذول الهنود وبنظام الحساب، لكن طوروها العرب. هم يعني كان عندهم مشكله الصفر، كانوا بيستخدموا نظام الستين كويس؟ ما عارفين يصنفوا الصفر ده شنو؟ يعني ما وصلوا لهم في حل.
العرب أخذوها منهم عشان كده سموها الإرغام الهندية. يعني شوف العرفان ده كل أمة بتاخذ من أمة وبيسمها باسمها. اللاتينيين أخذوها من العرب وسموها العربية. ودي حاجة جميلة جدا. كويس؟ يلا الأرغام اللي أخذوها العرب من الهنود هي اترسمت بشكل واحد. لكن في حاجة غريبة جدا حصلت اللي هو القلب، إنه أنت لو أسيت لو كتبت ثلاثة بالعربي بتاعتنا دي وقلبتها كده هتلقاها هي سيري الإنجليزية. يعني تم تدوير الشكل. عرفتها؟ أيوه. يعني هو نفس الشكل واحد تم تدويره. كويس؟ دي ناحية. أيوه معلش قاطعك. لا أنا بقول لك يعني الشكل الرقم العربي ساعد كتب. أيوه. ريشة مثلا الريشة بتاعت الخط. أيوه. شكله ماشي جدا مع الخط العربي المعروف. أيوه. أيوه. لكن الإنجليزية اللي هي بقوله أصلا عربي دي مع ما بتشبه العربي. أنا بختلف معك فيه. أنت فرق بين حاجة. الحروف اللي لسه كتب سماها الأرغام الإنجليزية دي. ما هي كانت بتتكتب بقلم خط. في حاجة فيها اسمها الأولد ستايل. اللي هي بتلقى الأرغام فيها أكثر يعني فوق وتحت تزعى مثلا نازلة وناحية. والله أسا لو أنت في أي برنامج بتاع نصوص عملت أولد ستايل بيديك شكل الأرغام مختلف. لو عملت الأرغام النورمال بيديك لها في سطر واحد كده. الأولد ستايل دي مأخوذة من الخط. فهي كانت خط لكن لأنه بتحولت لحروف طباعة فحروف الطباعة طبعا بتختلف عن الخط. فده السبب اللي خليك انت بتعتقد انه الحروف الانجليزيه او الارقام اللي لسه انت بتسميها انجليزيه دي بتختلف او شكلها مرتب اكثر. لكن احنا هسه لما نصمم في الفونتات الحديثه دي نصمم الارقام العربيه برضه بطريقه حديثه بتختلف عن الخط. فما في فرق كبير. كويس؟ دي ناحيه. الارقام العربيه دي ذاتها دخلت فيها مشكله السياسه والقبليه والعصبيه. يعني كان في لغايه السبعينات كان فيها حوار ثقيل جدا بتاع انه نستخدم ياتا، نستخدم الارقام في المغرب بس بيستخدم الارقام اللي انت بتسميها انجليزيه العربيه دي، وفي المشرق بنستخدم الارقام الهنديه. فما وصلوا لاتفاق فيها، حصل فيها خلاف شديد جدا. مثلا القوميين العرب كانوا بيقولوا لا نستخدم الارقام الهنديه لانها جزء من التراث العربي وكده وبتاع، المغاربه قالوا لا نستخدم الارقام كده، فما حصل فيها حسم. كويس؟ غير كده هسه في اتجاه انه الناس ما يستخدموا الارقام الهنديه، يعني عادي في نصوص في بحوث تلقى واحد مستخدم ارقام عربي يعني بالانجليزيه دي. فهي فيها ديبيت كثير جدا، هسه كثير جدا بيطلبوا مننا كده، بيقول لك في داخل احنا في داخل الفوند بنوفرهم كلهم، بنوفر الارقام كلهم. انا قلت لك الارقام العربيه وقلت لك الهنديه وقلت لك كده وانت واستخدامك للكيبورد. اوكي؟ اوكي، يعني حتى في الامارات هنا طبعا معتمده على الارقام العربيه. ايوه معتمد يعني. ايوه حتى بيسبب لنا مشاكل احيانا، بتلقى مثلا ما بتلقى الفونت يتناسب مع شكلنا الا تغير الفونت الانجليزي لحاله الديزاين. طبعا الحاجه دي ممكنه لكن احنا عموما في الفونتات العربيه الحديثه اللي بنصممها حاليا بننسق يعني مثلا نعمل ماتشنج يعني بنعمل اصلا مرات انت بتصمم حرف بتصمم انجليزي وعربي الاثنين بتصمم ارغامك معاه وبتترك الخيار للمستخدم. طيب شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ طارق، شكرا على الاجابه الوافيه برضو استاذ المامون. مبارك سيد. مبارك عبد الله برضو عنده سؤال وبعده المعتز. مبارك. مبارك. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا. السلام ورحمه الله. اهلا دكتور أنور، ازيك يا استاذ مامون؟ شكرا جزيلا على اجاباتكم ومساعداتكم، وفعلا يعني برزنتيشن جميل جدا. انا بشتغل مبرمج، فيعني خلفيتي طبعا في الفرونت اند وكده، لكن انا كنت داير اقترح حاجه. سمعت بحاجه اسمها NFT اللي هو عنده علاقه بالبلوكين. NFT دي بسجلوا بها الاعمال الفنيه. ايوه يعني حسب ما قريت انه مثلا زول عنده لوحه مثلا فلما يسجلها في NFT بيقدر ياخد يعني الحق الحصري بتاع الحاجة دي، يعني كأنها نوع من التسجيل الديجيتالي، انه بكون مسجلة بالبلوكين. أيوة. العمل الفني بتاعه ده ممكن بعدين يبيعه على الانترنت، يعني بيحتب يعني نوع من التوثيق برضو للأعمال. فهل ممكن الخطوط برضو تتوثق بالNFT؟
لو اقترحت الفكرة دي مثلا؟ ده شأني قانوني ورقمي، ممكن طبعا، ما هي حق ملكية زي اي شيء، وهي ايتم يعني، هي سلعة برضه في النهاية سلعة هي. طيب الـ NFT طبعا للناس اللي ما عندهم فكره، انا ما عندي معرفه بيه يا دكتور. هاي الـ NFT دي يعني واحده من الـ يعني الـ المفاهيم الجديده لحفظ الملكيه، ولانه يقطعوا الميدل مان، ما يكون في وسيط بينك وبين المشتري لاي حاجه. يعني مثلا بدل ما ابيع الحاجه عبر امازون ولا اي باي ولا كده، انا ده ابيع للزول طوال مباشره، بانه باخدها في شكل يقول عليه النن فنجبل توكن NFT. اها، وفي ناس مثلا بيكون عندهم كاريكاتير، في ناس بيكون عندهم، فانت بتشتري منه الملكيه بتاعت الحاجه دي عبر البلوك تشين. ايوه، سلاسل اللي هي جايه منها، الداخله فيها نفس التكنولوجيا الداخله فيها الديجيتال كرنسي، ناس ايوه البيتكوين والحاجات دي، يعني نفس البيز الاساس الهيكل الاساسي بتاع التكنولوجيات الجديده دي فيها الـ NFT. فممكن انت الخطوط بتاعتك تبيعها برضو لناس عبر انها تكون NFT. ممتاز والله، جميله دي. نعم والله افتكر يا دكتور انور، خلت حد التقدم عنها حاجه يعني، شوفوا يوم كده. ايوه، هي طبعا بس دايره فنانين ودايرك يعني، هي كتكنولوجي كتكنيكال ممكن الناس تشرحها، لكن الزول اللي بيخلي عندها يعني فائده، هو الزول اللي عنده برودكت داير يبيعه عبرها. يلا، عندنا زملائنا كثيرين، لكن احنا عايزينكم تشرحوا لنا التكنيكال دي يوم كده، عمل بينا عنها حاجه. طوالي ما في اي مشكله، ان شاء الله نشوف واحد خبير في الموضوع ده وشغال فيه، لانه في شباب بيكونوا شغالين مثلا في الماجستير في الدكتوراه، الموضوع بتاعهم هو الموضوع ده، يا اما بلوك تشين يا اما واحده من الابلكيشنز بتاعته، اذا كان اللي هو العملات الرقميه، اذا كان البرامج بتاعت التوثيق للاراضي وغيره وغيره، في كميه الابلكيشنز يعني. جميل. نعم. طيب معتز، شكرا جزيلا يا مبارك على السؤال، سؤال جميل جدا. معتز، ممكن تعمل ميوت؟ يا مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، هلا ومرحبا. اول حاجه يا اخ، شكرا جدا للمحاضره القيمه دي، وشكرا جزيلا لمامون، الاستاذ مامون طبعا يعني واحد من الناس اللي احنا مفتخرين جدا هنا في المملكه العربيه السعوديه، وهو استاذنا ويعني صديقنا وكده يعني. ازيك يا معتز؟ شكرا جزيلا جدا للمحاضره السمحه دي. معتز الفنان يعني. الله يبارك فيك. استاذ مامون، انا سؤالي في موضوع العلاقه بين الحروف العربيه دي نفسها والحروف بتاعت اللغه الانجليزيه، يعني انت مرات مثلا احنا مرات في التصميم بنقوم يهم نستعمل خطوطنا اللي هي الطباعيه المعروفه دي. ايوه، وكده مرات بتقابلنا اشكاليه في بتاعت انه كيف تختار معاها الحرف الانجليزي اللي بيكون مناسب. ايوه، فما عارف هل انتم مثلا في الشغل بتاعكم في تصمم الحرف نفسه بتخطوا معاه المعادل بتاعه الانجليزي، ولا المساله دي متروكه للمصمم؟ طيب سؤال جميل يا استاذ. الله يبارك. في حاجه اسمها الفونت ماتشنج. اوكي، الفونت ماتشنج بمعنى انه الفونت الواحد فيه لغات متعدده ولكن برسوم موحده، فده لما تلقاه بيحل المشكله دي تماما، يعني تكتب بين انجليزي فرنسي عربي بشكل واحد. اوكي، نعم، هاي جديد عملت لنا في الحرف بتاع اسراء ده بشكل واحد، يعني الانجليزي والعربي فيه ويكون واحد، يعني حجم واحد، طول السطر يطلع لك مظبوط وكذا، لكن بيكون مقصوده. فدي هسه هي ترند يعني، فونت ماتشنج دي، انه بدل ما نخلي المصممين يقعدوا يدوروا يفتشوا بتاع، بنعمل لهم في باكج واحده شيء متسق يعني، رسوم واحده. ايوه صح، يعني ده الحل بتاعها يعني، الفونت ماتشنج وشغال يعني، كثير من الزملاء المصممين بيشتغلوا فيه. فدي يعني احنا كثير جدا بتقابلنا في ال، لكن بتقابل في الفونتات القديمه، الدبل الناحيه الثانيه ان احنا برضو احيانا بناخذ فونتات لاتينيه ونعمل لها المعادله العربي، يعني زي مثلا هلفيتكا، ده عمل له معادل عربي كثير، انا عندي هلفيتكا عربي، وفي ناس شاهين عامله هلفيتكا عربي وكذا، يعني مظبوط معاه مقاس وينزل معاه كل شيء كويس. بتبقى بس الخطوط الفونتات الثانيه دي يعني حقوق الملكيه وبتاع، انت كمصمم يعني
ما تقعد تعتدي على حق غيرك يعني الا بالتشاور واتفاق وكذا. لكن عادي يعني مثلا رومان حرف الرومان والرومان كذا برضه ممكن تقدر عامل يعني ممكن من حرف انجليزي نعمل حروف عربيه والعكس كمان. هسه هم بيجوا كمان ياخذوا ده. بخليني احكي حاجه كده لذيذه جدا، انه زمان كان حروف العربيه الطباعه العربيه دي كان فيها مشكله انه حروفها كثيره اعدادها كثيره ايام الصناعه المعدنيه يعني المسابك وكده. لكن حاليا مع الكمبيوتر بقى عادي ما الكاركتر ما بدي اعمل فيه 2000 حرف كويس. يلا بيقول الغربيين عشان يحسنوا فونتاتهم يقلدوا العربي كيف انه يزيدوا عدد المحارف، يعني يدوك فونت فيه اشكال متعدده جدا ويدوك خيارات اوبن تايب. لو انت دخلت اضفت الخاصيه بتاعت الاوبن تايب في داخل البرامج تشتغل عليها الاستريتر فوتوشوب غيره غيره بتلقى في اشكال يعني زياده انت ممكن تستخدمها للحروف. فدي ميزه جميله جدا جدا. حاليا الحروف الحديثه اللاتينيه والانجليزيه وكده كلها فيها ميزه دي. استفادت من مشكله العربي في كذا زمان. جميل جدا، شكرا جزيلا، الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. شكرا جزيلا. طيب في سؤال مرتبط بالملكيه الفكريه هنا ده في الشات تقريبا. عبد الوهاب قال لك التعديلات الكبيرة أو إعادة تصميم فونت بأحد برامج تصميم الخطوط تعتبر نوع من القرصنة أم يمكن أن يكون الفونت ملكا لي؟ يعني زي الثقافة بتاعت الموسيقى دي الريميكس. أيوة. أنا أشيل جزء منك وأخذ أنا جزء بتاعي وطلع لي حاجة جديدة تبقى بتاعتي أنا ده. هل هذا تعدي على الملكية الفكرية ولا؟ والله يا أستاذ مسألة الملكية الفكرية دي جاية طيوطة شديدة خلاص. يعني قبل ما أخش فيها دار أقول لك نقطة مهمة جدا. أولاً حتى الشركات الكبيرة ما حريصة شديد على الملكية الفكرية. يعني يا دكتور أنور أنت نظام ويندوز دي أي زول ممكن يحصل عليهم مجانا صح؟ أيوة نعم. مايكروسوفت ما ممكن توقفهم؟ ممكن توقفهم صح؟ لكن هي عايزة كده ليه؟ عشان هي في منافسة مع أنظمة أخرى لازم ينتشر، فالانتشار مكسب. فهي بتعمل حماية مسكوم لنفسها. والله يا أخي الشركات والمؤسسات والجامعات اشتروا ونديكم الدعم الكامل ونديكم اللي كامل، لكن الباقيين ديل خليهم يستخدموا نسخ ناقصه ونسخ يمشوا امورهم فبتحقق الانتشار. فهم ما بيعملوا حمايه كامله. نفس المشكله دي في الفونتات كويس. اولا القانون الامريكي غريب جدا جدا في الحته، بيقول لك انه انت اذا طبعت اي حاجه رسمه طبعتها في ورقه وعملت لها سكاني ورجعت رسمتها في الكمبيوتر فقدت حق الملكيه حقها. تخيل حاجه غريبه جدا. بالتالي قاعده في الفونتات دي قاعدين ناس كثيرين جدا يشيلوا فونتات موجوده ويعدلوا فيها بسيط ويشتغلوا بها كويس. دي طبعا انا بعتبرها غير صنعه، يعني حاجه ما كويسه يعني. ودي من الدوافع اللي خلتنا نحن ندخل تصميم الحروف، لانه تصميم الحروف ده الفونتات دي في البدايه لما بدا كان بيشتغلون مبرمجين بس. كانوا يشتغلون مبرمجين بس لانه ما كان في ناس خطاطين وناس عارفين كده، لغايه شويه دخلوا فيه. فكان بياخذوا اي نماذج تقابلهم. اي نماذج تقابلهم بياخذوها موجوده يعني ينزلوها ويعطوا كده. اتذكر انا لما بديت في بدايتي بدري قبل نظام ويندوز ده كان في شركه اسمها سعودي سوفت هنا في جده. كان عندهم حاجه اسمها مساعد العربي يا انور لو تتذكر. الحاجات القديمه قبل نظام دوس كان بيعرضوا نظام دوس بيعملوا بيها برامج للسوق وبيستخدموا فونتات. فانا شلت ورقي ومشيت لهم. انا عامل تصميمات على الورق. فتحيروا جدا جدا. قام قال لي احنا نحب القضيه دي بانه تشتغل معنا، احنا عندنا فونتات لكن ما عارفين ننظفها كيف. لانهم هم ناقلينها بالسكانر وخدتنا ديجيتال مدخلينها بنظام بتاعهم بيبيعوه وخايفين منهم لا. فشنو؟ اشتغلت معاهم انا تعلمته وهم استفادوا. كان بداياتي يعني. وين وين؟ يعني وين وين؟ صلحت لهم حاجاتهم وانا تعلمت الديجيتال وين كويس؟ لان انا قبلها كنت افتكر اللغات القديمه دي كنت تساعدني في الشغل ده. يعني من شفت العاب اتاري بتاع انا مستغرب الحروف دي كيف بتشتغل. كان في ام اس اكس بتاع الصخر وكده. فقمت الزمن ده بدات دراسات البرامج دراسه الكمبيوتر بدات يا دوب منتصف الثمانينات. كان في اللغات فاضطريت مشيت درست لغه بيزك درستها كلها ونعمل سطور بتاعتها دي وحاجات والعاب وكده لكن برضه ما عمل لي كتاب. لغايه ما تدرجنا شويه فكانت قصه الملكيه دي وانه الناس الشركات الشغاله بتشيل حروف جاهزه كده يعني. وفي حروف طبعا الملكيه بتاعت 50 سنه انتهت بتبقى مفتوحه
يعني هسه الحرف الرئيسي الشغال اللي هو حرف العربي كان اسمه جيزا ماخذ من حرف اسمه ياهود بتاع اللاينوتايب الالماني. وسالوه ما اخذته كيف اشتغلت؟ قال والله الملكيه بتاعته تمت 50 سنه عدلوا فيه بسيط وشغالين به لغايه ما حديثا قبل 3 4 سنين ابل اعادت صياغه الشغل كله عملوا سان فرانسيسكو. وناس مايكروسوفت عملوا تاهوما. ايوه نعم بس طيب مصطفى بيسال قال ما هي افضل الخطوط العربيه المجانيه من وجهه نظرك؟ طبعا بالاضافه لخطك اللي شايفينه السبعه قدامنا ده. قال شنو؟ ما هي افضل الخطوط العربيه المجانيه؟ هو الحقيقه كل الخطوط العربيه بتلقاها موجوده في مواقع في النت. يعني في حاجه اسمها عرب فور ده مليان مسروقه ما مسروقه وهم بيحاولوا انه يعملوا ديسكليمر كده انه والله يا اخي نحن عرضناها بس شفت كيف؟ لكن موجوده فيه كل الخطوط طبعا هناك مصنفه وفي كلاسيفيكيشن للخطوط. يعني حاليا الخطوط ذاتها مصنفه في ديواني وفي نسخ وفي حديث وفي السكوير زي بتاع السودان ريفوليوشن دي وفي انواع واشكال موجوده كلها. فما اقدر اقول لك افضلياتها لكن طبعا انت بتحدد يعني عايز شنو للنصوص مثلا للنصوص بتشوف الحياه السيمبل دائما يعني ما تستخدم مثلا خطوط مربعه في النصوص ما بتكون ما غير مغروبه لما يكون نص طويل مرهقه للعين. لكن لما يكون خط عادي كده بسيط زي ياقوت مثلا زي الجيزه زي منال حياه للنصوص فدي يعني بتعتمد برضه على التصميم كمان حتى في النهايه حتى تصميمك للصفحه داير شنو منها داير تكون دارك داير تكون لايت داير تكون كده. طيب مداخلة أخيرة من معتز. معتز أهلا. معتز رفعت يدك تاني مش كده؟ أيوة أيوة. أنا بطل. المايك مفتوح مون؟ أيوة. أيوة. أنا بس عايز أتأكد من مأمون. نحن هنا في الرياض طبعاً بنعرف إنه مثلاً جريدة الجزيرة أظن الخط بتاع مأمون أنت أستاذ مأمون أنت ممكن تصححني يعني في الموضوع ده. أيوة. اللي هو جريدة الجزيرة الخط بتاع حقك أنت مش كده؟ بعدين أيوة. جريدة الوطن تقريبا ومكة مكة جريدة اليوم جريدة اليوم في الدمام ايوه خط برضه حقك انت ايوه طيب بالنسبة لخط بنك البنك الرياض لا بنك الرياض ده افتكر ده صقالي انا كنت عامل بتاعت البنك السعودي الهولندي السعودي الهولندي ايوه هذا الهولندي القديم لكن الصغير واتذكر أيوة. من الطرائف جدا انه لما طلبوا الخط البنك السعودي الهولندي انا كنت مبسوط جدا لانه بشوف في الاي تي ام امشي اي تي ام بس اقعد اتفرج كده يا سلام طبعا في سعاده ما بعدها سعاده انا كفنان يا دكتور انور يا معتز ما عندي معارض بقول له انا معرضي الشارع والشاشات يا سلام ايوه معرضي الشارع والشاشات فشنو بتذكر مثلا عملت تصميم كده لعلبه الصلصه فيه خطوط بخطوط بتاعت دي فكنت ببسط جدا امشي السوبر ماركت الصلصه دي مرصوصه كده وبس فيها خط يعني نعم فشفت فبحس انه انا عندي قيمه يعني انا زول يعني في خشيت في الصناعه وفي المجتمع طبعا من الطرائف انا بجي ماشي بالشارع طبعا في الرياض هنا وكنت القى العلامه بتاعتك بتاعت جوليا اظنها ولا ياتا بتاعت العلامه بتاعت الفاشن بتاعت الفاشن بتاعت اسمها ايه نعومي وبعدين بتاعت الاطارات هانكوك اظنها هانكوك ايوه هذا كل شغلات هانكوك المكتوبه بالعربي دي ايوه هانكوك ونعومي هذه أيوة. حاجات مشهوره جدا جدا يا استاذ مامون هذه اللي هي دي البرانس احنا ما تكلمنا عنها يا نور البرانس ده دايره لا لانه هسه انا كنت اقول لك انه صديقك الدكتور عبد المنعم مختار في الفيسبوك ايوه الصديق العزيز ارجو ان تحدث المتابعين عن واحد اسباب اختيار تصميم الحروف بعد دراستك للتشكيل والفنون الجميله انت طبعا ضمنيا جاوبت على الكلام ده ايوه لكن الحاجه الثانيه قال لك حدثنا برضو عن التصاميم الحروفيه التي اخترعتها والمسجله عالميا باسمك ثلاثه الجوائز والانجازات التي انجزتها في تطوير وتوثيق الحروف العربيه حتى الان والمشاريع المستقبليه أربعة طيب. قال لك الكتب السودانية والعربية المنشورة التي قمت بتصميمها. خمسة مساهمتك في تصميم البوسترات منذ الأيام الأولى لثورة ديسمبر 2018 المجيدة.
اهم حاجه قال لك اتمنى الا تتواضع بل تسهب. يعني ما شاء الله حصل لك لما معتز بيقول لك يعني البتاعه دي صممتها. اي والله اي والله يعني ده لو كان اي جنسيه ثانيه ولا ان اسمي كان كيف يا اخي بتاعه دي صممتها انا ده مش كده؟ ايوه 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 معتز طبعا دكتور انور زميل وهو فنان وماستر بتاع ووتر كلر ومصمم ممتاز يشتغل في الملك فيصل ما شاء الله. كان طلب مني فوق قبل كده جامعة الملك فيصل؟ لا 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 انا 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 كنت في مركز مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث. اه ما شاء الله ما شاء الله. الان انا في وزاره البيئه والزراعه السعوديه. طيب يا انور انا طبعا حامل سكيبنج للسؤال الاول والثاني مش كده؟ انت قلت السؤال الثالث كان شنو؟ السؤال الثالث اللي هو يعني اللي هو الجوائز والانجازات اللي انجزتها والكتب السودانية والعربية المنشورة كنت بتصميمها ومساهمتك في تصميم البوسترات منذ الأيام الأولى ثورة ديسمبر 2018 المجيدة. طبعا بالنسبة للكتب أنا بصمم كتب طبعا تصميم كامل للكتاب يعني صفحاته الداخلية والغلاف وكذا وده برضو دخلت عليه من باب الفونت لأنه إحنا زمان كنت لما أعمل الفونتات بضطر أجربها في كل البرامج وبيجيبوا لي البرامج الجديدة عشان أختبرها. وبعدين لما بدأت تقنية اوبن تايب قامت مايكروسوفت عملت لنا برنامج اسمه فولت. فولت ده عشان يساعدنا في البرمجة لأنه احنا ما عندنا علاقة بالبرمجة لكن اشترطت علينا شرط غريب جدا انه ننضم لمايكروسوفت تايبوغرافي جروب. ايام الجروبات دي اذا انضميت للجروب يدوك نسخة البرنامج مجانا. فالجروب ده بدأ كان فيه نقاش بيكون فيه نقاشات فكنا بنلاقي تخيل بنلاقي المبرمجين بتاع مايكروسوفت بتاع الويرد والحاجات دي المختصين باللغه وكده يقول لنا ها رايكم شنو احنا كنا نديهم يعني استشارات كده يعني ده حرف عربي يعني هنشغله في ويرد فكنا بنشوف انه ويرد حيعمل شنو وما بعرف شنو كده يعني كانت حاجه طريفه جدا يعني استشارات مجانيه طبعا لانه نحن اللي بنشتغل العربي هم بيسألوا كل الناس يعني كل اللغات ونحن قاعدين كلنا يعني ناس جنسيات مختلفة ولغات مختلفة لكن الشغل واحد. فحاجات كثيرة بتحصل لك زي دي يعني ما بتقدر تتذكرها وتحصرها وكده كويس. من ضمن الحاجات طيب إذا عرفت يعني مثلا برنامج أدوبي انديزاين يا ممتاز مثلا لما طلع قبله كان ده برنامج بتصميم الصفحات يعني الجرائد المجلات وكده لما طلع كان بطيء جدا وتعبان وكده فانا بجيب البرنامج بختبره بشوف الحرف العربي بيشتغل فيه وكيف مشاكله شنو بعمل ريبورت والله يا اخي ما قاعد يدعم التشكيل الفوق مثلا بنرسل رسائل زي دي يعني كده لغايه اليوم المشاكل دي موجوده يعني مثلا تلقى الفونت يشتغل في برنامج كويس ما يشتغل في برنامج ثاني كويس ليه؟ لان البرنامج ده ما دعم الحته دي كده يعني فمرات يعني حاجات زي دي كده. فمعرفتي بالبرامج دي خلتني ارجع اشتغل حاجات ثانيه اللي هي الكتب يعني تصميم الكتاب اشتغلت كتب السودان كتب بولا مثلا عبد الله بولا اشتغلت انا مصر على اللسان ممتاز كتب بشار الفاضل كلها وجلجامش جلجامش كتاب جلجامش هذا بتاع ايوه شهير طبعا كان عامل ضجه كبيره جدا ايوه ده كتاب مهم في الحقيقه. انا كنت عارض في العرض بتاعي بعض الاغلفه في الكتب. المهم يعني اشتغلت كتب كثيرة ولسه قاعد اشتغل كتب يعني بقول لك كتب بشتغلها لانه تصميم الكتاب جزء من التايبوغرافيا التطبيقيه في حاجه اسمها الابلاي يعني التطبيقيه يعني التايبوغرافيا دي فايدتها شنو لازم يكون عندها تطبيقات مش كده تطبيقات اللي هي تصميم الكتاب تصميم الجريده تايبوغرافيا التلفزيون والسينما تايبوغرافيا المصحف تقول لها تايبوغرافيا تطبيقية يعني دي ذات مجالات الزول ممكن تخصص فيها كل واحد برا نعم لانه مثلا في التلفزيون الكاتب بتاع التلفزيون ده ما هو عباره عن لي اوت يعني زي الصفحه يعني كويس تصميم الكتاب كذلك فدي كلها تايبوغرافيا يعني حتى هسه الناس اللي وجهه النظر الحديثه هي تصميم صفحات الانترنت بيحتوي انها هي تكست لي اوت بقول لك الصفحه دي هي تكست لي اوت اي ذات اسمه هايبر تكست مش كده؟ ايوه هايبر تكست يعني تكست مربوط بالحاجات اللي فيها نعم. فهي تصميم مخصوص. الثاني عنده سؤال شنو كان بخصوص الثوره ما الثوره معتز موجود والحمد لله.
قبل انطلاق الثورة الديسمبر طبعا كان في تجمع التشكيلين السودانيين. نعم. وانا فرد منه معتز ده معانا، وطبعا ناس اخونا عبد الرحمن نور الدين مدني وده. كل التشكيلين السودانيين كانوا يشتغلوا بالسرعات. سرعات الثورة دي والمواكب واشتغلوها، فانا كنت اديتهم الفون، اشتغلت بعض البوسترز، وسعيد جدا بانه معظم البوسترز دي اشتغلت بالحرف ده. الحرف انا كنت في النهايه عدلت اسمه وهديته للثوره السودانيه، سموه سودانيه ريفوليوشن، وانا يا انور هديك لي عشان تنزل في الموقع مجانا للناس. يا سلام يا اخي، هديه للناس يا سلام. يا سلام عليك والله يحفظك جدا يعني. تنزله في الصفحه على اساس انه هديه للناس. ان شاء الله ربنا يتقبل شهدائنا يا اخي، ويشفي يعني جرحانا ومصابينا ان شاء الله. اللهم امين ويعني يخلص سوداننا يا اخي من الهم والغم والمشاكل والمجرمين ديل. ايوه ان شاء الله لمستقبل افضل يعني. بالنسبه للجوائز وما جوائز برضه عايز اذكر لك حاجه، لما قامت صخره لو تتذكرها. ايوه صخره حرب الكويت. صخره طبعا اشتغلوا تعريب تقيل جدا. نعم. وكان مايكروسوفت عندهم مشكله في التعريب فكانوا يستعينوا بهم. فأتذكر أنا قبل صاحب صخري اتصل بي مرتين، مرة كنت في القاهرة وعن طريق أستاذ محي الدين الجلال طلب مني إنه أتعاقد معهم عشان أعمل 30 فونت في سنة وضعة القاهرة، فما كنت قادر فرفضت العرض يعني. يا سبحان الله. الفترة ديك هاي في الفترة دي قامت حرب الخليج. لو قامت حرب الخليج دي بقى قلبت السوق تماما. ليه؟ لأنه طبعا صخر كانت في الكويت وبتاع، دخلوا ديك الجماعة فقامت مايكروسوفت أخذت المغربيين بتاع الصخر بتاع العربي وقامت عربت ويندوز كامل. بعد ذاك اترفعت قضية ودون تعويضات، تعويضات للصخر يعني كبيرة. مايكروسوفت دي بالمناسبة شغالة أي لا لازم جندية بس زي ما قال بيل جيتس، قال نحن لا نصنع الأشياء، نحن نشوف الحاجات ماشية وين ونطورها لأنه عندنا كده. والله أنور كنت برضو عايز أضيف حاجة مهمة جدا بالنسبة للشفرة. شفره يونيكود دي شفره رقميه طبعا 01. اوكي نعم. شفره الكترونيه. حاليا في تطور كبير جدا في الشفره اللي هو هتدخل الشفره الحيويه. ايوه نعم. انت اكيد عارفها. نعم. هاي اللي تعرف في روسيا لما يشوف القصه بتاعت الخيول يشوف الدي ان اي بتاع بتحافظ كيف تلج في الجليد، فلقوه حافظ الدي ان اي حافظ سمات دي 700 ألف سنة. فطوالي فكر في مشروع ده، اشتركوا مع الألمان والإنجليز إنه كيف الدي إن إيه ده، ما هو مكون من أربع حروف مش كده؟ صحيح. أيوة كويس. والشفرة الإلكترونية مكونة من حرفين. 01 صحيح. فالشفرة الشفرة الحيوية هتدينا شنو؟ اتساع أكبر. نعم. كويس. الشيء الثاني تخزينها ساهم، الشيء الثالث يمكن حقنها. بس نعم. طبعاً شغالة هسه، شغالة هي المشروع بتاعها. نعم. فدي لو جات شفرة يونيكود دي حتتحول لشفرة حيوية، شفرة الدولية دي. ده مشروع مهم كمان يدخل عليها الكمبيوتر الكوانتوم ده تبقى بيشتغل هاي لا القصة القصة ولا ارتفيشال انتليجنس كمان يعني. والشفرة دي نفسها مهمة جدا، انبه انها مهمة جدا. ليه مهمة؟ عشان التعرف الضوئي والصوتي او سي ار كلهم بيستخدموا الشفرة دي كويس. مهمة يعني في اي تعامل الكتروني، إذا أنت عايز تفصل أي جهاز ما يخش في شبكة ويرتبط بأي جهاز ثاني ما تشغل بشفرة يونيكود وعمل له نظام تشغيل براك. إذا ما بيتصل بأي جهاز ولا في جهاز بيتصل به. جهاز فحص السكر الصغير ده الدكتور أنت لما تديله ويركبه في الكمبيوتر بيديه الداتا بتاعتك كلها صح؟ صحيح. زمان مثلا ما كان بيدي لأنه ما فيه ما شغال بيونيكود، لكن حاليا شغال بيونيكود. بالتالي الكمبيوتر يقدر يتواصل مع الكمبيوتر ياخذ الداتا بتاعتك. فدي قصه الشفره. نعم. ده اللي هو الانظمه بتاعت الانتجريشن اللي هو التكامل. أيوة. الانظمه مع بعض كده. ايوه. ونحن دايرين برضو ان شاء الله تقدموا لنا محاضره كده مخصوص في الموضوع ده بتاع الشفره والتعديل بتاعه والامبليكيشنز بتاعته للمستقبل اللي يكون شكلها كيف. لانه برضو من جانب ثاني في بقى البايو هاكينج. يعني الناس بتوع العلوم الحيويه والبايو انفورماتكس والبتاع. ايوه يعمل له في دوكيومنتري حضرته قريبات شكله مخيف جدا. واحد دار يعمل له بقره لونه عيناي وردي شفت كيف. واحد دار الكلب بتاعه ما عارف يقدر ينط ويسوي يعوم، يعني حاجات كده ذات عجيبه كلها. أيوة. باستخدام اللي هو الايديتنج الكريسبر بتاع الدي ان اي. ايوه هتخش في الارتفيشال برضه.
اي لا في حاجات كثيره بالمستقبل، لكن يعني الزول لما يشوف العنوان بتاع المحاضره من البدايه انه والله يا اخي احنا بدنا نعرف عن اسس ال شنو ده الاسس بتاعت حروف الطباعه تصميم وبرمجه حروف الطباعه، بيقول انه الكلام ده بس كتابه وخط انتهينا، ما عارف انه والله هو مرتبط بحاجات بعيده جدا في المستقبل وحاجات يعني شغاله هسه حاليا بتتطور. طيب ندي بس مداخله اخيره لي محمد رافع يده كان، وبعدها نختم يا اخوانا لانه مشينا في ساعتين وشويه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هلا معكم الاخ هنا محمد نور الدين، انا فنان تشكيلي في جرافيك ديزاين. انا سؤالي في مجال محمد المصور. ايوه نعم اي محمد شباب يا اخي راجل ده مصور واخذ جوائز عالميه بالمناسبه. يوم تجيبوه يوم تجيبوه عن التصوير الفوتوغرافي طوالي والله تعرفنا. بعدين برضو لانه انا عملت الدكتوراه في المحتوى البصري، وده موضوع مهم جدا لانه انت تعامل بالذات يعني عن المحتوى البصري كويس. أيوة. وده موضوع مهم جدا لانه ده يم المحتوى البصري. يا سلام، يا ريت طوال يا سيدي نحدد مواعيد تقدم لنا فيها الدراسات بتاع الدكتوراه بتاعتك عن المحتوى البصري. نعم. أيوة. لانه لا يعني انا تكلمت عن المحتوى البصري واثره على يعني على السوشيال ميديا واثروا على التغيير السياسي يعني في السودان. سبحان الله كويس. لكن انا المداخله حقتي بالذات يعني من ناحيه ثانيه يعني بالنسبه للبري بريس يعني اليوم احنا يعني لازم ده في ده يعني ده في اشكال كبير جدا ده في الفورمز. أيوة. كويس. فلما يعني دائما الاخوه المصممين يعني 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 بيقوموا بعملهم، لكن في اشكال انه لازم يكون في يعني تجهيز طباعي جيد. ففي اشكال بتاع فوند، اذا في حد يصمم على الماك لو والريب هو يعني بي سي الفوند هيضرب. ايوه كويس. يعني ده يعني ده اشكال يعني يعني شنو حاليا يعني في مجموعة إشكالات كثيرة جدا. كويس ده إيش واحد. الإيش الثاني برضو الصراع بين الفونت اللاتيني والفونت العربي. لأنه الصراع يعني يعني مرة يعني على سنين طويلة جدا، لكن حاليا الغربيين اضطروا إنه يدخلوا الحرف العربي لأنه يعني لأنه الحرف اللاتيني حرف واقف، والحرف العربي يعني شنو يعني بتحرك واقف ويعني افقي وراسي. ف يعني قام اضاف يعني يعني جماليات دل الخطوط الثانيه، فاصبح الخط العربي حاليا يعني مرغوب جدا. في اشكال كبير جدا حقيقه شنو يعني موضوع البرمجه، لانه يعني اليوم عن هنا عشان نغزو يعني دبر الخط العربي وجمالياته يعني عملك دبر ذات انه ودول يلقى له مجال كبير جدا حقيقه، وده يعني مجال يعني ممتاز جدا. لانه كلام البرمجه يعني انا برضو يعني بديت مع واحد فكره جميله في انه يعني كيف نقدر نعمل يعني شنو يعني برمجه على بعض الحروف، ويعني سعين ندمج بين المطبعه وبين الجرافيك ديزاين وبين الخطوط. ايوه يعني يعني نعمل انتجريشن يعني بين الثلاثه. أيوة. اقسام. ايوه 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 نعم يعني شكرا جزيلا. طيب بالنسبة للسؤال الأول البريبريس هو طبعا مقصود بها التجهيز الطباعي، يعني قبل ما تمسك المطبعة أنت بتجهز التصميم. نعم. أنا أفتكر جزء من كلامك ده فيه ليجاسي يعني شوية. زمان كان نحن لما نعمل فونت بنعمل نسخة للماك مثلا، نسخة للويندوز نفس الفونت مثلا تايمز نيو رومان وهنا تايمز نيو رومان، لأن كل واحد كان كل جهاز كل سيستم بياخد فورمات معينه. حاليا موحد، المشكله دي قديمه لكن لسه محلوله الا الناس اللي بيستخدموا اجهزه قديمه وانظمه قديمه بالظبط. okay. لكن انت اذا بتستخدم اجهزه ابديت هسه برامج ابديت وحاجات زي كده نعم ما بتواجهك المشكله دي كويس. تمام. واذا بتستخدم فونتات اصليه يعني حاول دائما في شغلك استخدم فونتات يعني على الاقل نظيفه يعني اصليه، ما تستخدم فونت عام لواحد نصكم كده ولا بتاع هيكون فيه مشاكل. انت عارف الفونت ممكن يعمل سكراتش للسيستم كله. زمان ما الويندوز ده كان يشتغل كده فجاه يعمل كراش يعني كويس.
فيوقفوا لانه كان جزء من السيستم. فتحاول تستخدم فونتات اصليه خصوصا مؤسسات وجامعات وكده يعني كويس، وتستخدم برامج حديثه، ما في مشكله في دي حاليا. يعني الانتجريشن ده ما بين المطبعه وما بين التصميم بقى مربوط بقوه، يعني مربوط بقوه. بس الطباعه كلها ديجيتال، مطابعه الجرايد الحديثه والهنايه دي ما في مطابعه الاوفسيت القديمه دي وكده، فمن ديجيتال لديجيتال لديجيتال نعم نعم بتكون يعني الشغلة أسهل يعني التكلفة أقل. نعم ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أنت بتتكلم عن الجمالية مثلا، شوف الخط العربي هو لحد في حد ذاته ساحر، يقول لك حيث ما ظهر بهر بدون ما عرفت اللغة وبدون ما عرفت الكتاب. لأن تركيباته جميل، بيكاسو أظن عنده مقولة عنه كده، والناس بيمارسوه وكل الفنانين يعني بيحاولوا يدخلوا في حاجاتهم، لأنه هو شفت مرحلة التجريد، تجريد الرسوم الأولى اللي كانت في الكهوف دي، التجريد الكتابة دي مع التجريد، الكتابة دي صور تجردت اتنفضت عن كل شيء لغاية ما انفصلت عن الأصل بتاعها، بقت صور قائمة بذاتها. بالتالي هو أشكال تجريدية، الأشكال التجريدية هي الحروف لما تركبها أنت في تكوين زي اللوحات اللي أنا عاملها والبعملها الزملة دي بتشاب جميلة جدا. فدي نكهة الغربيين عارفينها عارفينها ويحبوها جدا، يحبوا الخط العربي وكذا. انما في الفونت بتاع حاليا العالم كله بيجي ياخذ من بعض، يعني الليله خلاص يعني ما في محليه شديده زي ما قلت لك. انا هسه اللغه العربيه ليست ملكا للعرب. نعم شفت، فبيجى في عولمه يعني حقيقيه، يعني عادي جدا جدا. هسه في كثير من المصممين حروف اوروبيين وامريكان، يعني هسه الحرف بتاع ادوبي عربيك ده وبتاع بي بي سي عربيك عامله نيميس. نعم من زمان يعني في عرب عاملين حروف لاتينيه. انا ممكن اعرف اعمل حرف صين، انا اخذ خط صين عادي جدا، فبقت الشغله واحده يعني. تمام شكرا جزيلا. شكرا تمام شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا. الله يبارك لك. الله يبارك لك استاذ محمد. دكتور محمد حنستنى منك السؤال، نتواصل معك عبر استاذ المامون ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب حاجه اخيره بس قبل ما نختم استاذنا وحبيبنا مامون، مبارك عبد الله ومرحب معتز الحياة المكتوبة. ما شفنا حرف الواو، ممكن تكتب لنا أنور دفع الله دي عشان نقدر نشوف وإذا شكله كيف. شير سكرين جديد تعلمنا من الديار شير. انت عايز كده شايف بس اي واضح كده، ممكن اعملها بخطوط متعدده كمان لو عايز. ممتاز ممتاز. خلينا نشوف شكلها كيف. اوكي جميل. من الخطوط الثانيه. ايوه اقدم لك مباشره. فيصل. ايوه ده اسمه فيصل، خط فيصل. ده عملناه لديوان الامير. يا سلام. ده مثلا فونت خاص لكتاب. اها. ويس. المدينه. ده المدينه. ده حاليا اقول لك حاجه. حاليا يعني دي حاجه واحد يتخربان. الشوارع المدينة المنورة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها بمعمورة بخطها. ما شاء الله ما شاء الله. كلها أفتاد بخط المدينة، عملته مع شركة سباين يعني اللي شغال فيها. فكل الأفتاد الطرق اللي هي دي برضو حاجة أنا ما تكلمت عنها اسمها الواي فايندينج. ما شاء الله ما شاء الله. الواي فايندينج سيستم اللي هو أنظمة العلامات في الطرق وفي المؤسسات المستشفيات الجامعات، في أنظمة معينة ولها خطوط معينة. يا سبحان الله. هاي واي فايندينج سيستمز اللي عمل للمدن واللي عمل لكده. شفت كيف؟ طيب النسيب ولا شنو؟ النسيب ده عملناه في الشركة، في الشركة. ريح على الشاشة دي شوية. دلة شركة دلة. أيوة بتاع شركة دلة. دار مضن ده كان شايف؟ عملت له جهة كلمة جميل. ده هذا الدرعيه للدرعيه، ده الدرعيه شايف ده من خط يدوي.
يا سبحان الله. فونت من خطيه دلوقتي. ثلاثه عن ويستان شنين طلع عربي هنا ما كله انا عربي لكن ده يسرع. ده فيه بولد لايت مثلا الدراده طبعا جوهره ال او ايقونه ال ايوه آه يعني هو استخدم في شعارات كثيره جدا. هسه حاليا في الامارات بتستخدم دائره القضاء وكم وزاره كده عاملين خطهم الرسمي. يا سلام. هاي فيه بولد لايت هو اثنين برضه ثين وبولد افتكر وبعدين فيهم مريح مريح شكله مريح جدا. شايف الاتساع نفس الحجم بتاع الانجليزي يعني مجهود فيهم مجهود يعني. الله ما شاء الله عليك يا استاذ المامون انت كنز يا اخي فخورين بك جدا. طيب انا دي مناسبه انا يعني عملت اقسم المحاضره دي معاكم مخصوص موجه لزملائي المصممين والخطابين في السودان عايزهم يكونوا في المجال ده وان شاء الله اذا تيسر لي جيت السودان هقدم لهم كورس خاص يعني. ممتاز ممتاز. زملائي في كليه الفنون والمشرفين علي هناك كانوا في الماجستير يعني احييهم يعني كلهم زملائي يعني لازم انا نهيئ جيل يعني من السودانيين ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله الله يقبل منك ان شاء الله ودي حاجه ممتازه جدا واحنا والله فخورين بك وفخورين يعني بانجازاتك وكده ودي حاجه صراحه الواحد يعني بنتعارف لنا زمن طويل ما عارفين انجازاتك بصراحه فكل الفخر بك يا اخي وكامل السعاده بك ان شاء الله يعني في الايام الجايه بواسطتك برضو نجيب يعني زملاء ثانيين والله ان شاء الله نسمع منهم كلهم يعني اذا عمل لكم الحته الجماعيه دي يا ريت والله يا ريت لان البحوثيين السودانيين عندهم مسائل كثيره فيه. عندنا اسماء نعم. عالميه والله نعم نعم عندنا اسماء يعني الله يديك الصحه والعافيه استاذنا العزيز المامون الله يسلمك يعني الليله يوم كان فيه سياحه جميله يعني استاذ المامون احمد محي الدين قدم رساله الماجستير بتاعته ونحن نشكره ونشكر عبره يعني كل الناس في مصطفى جعفر هنا طبعا هو برضه من مشرفي الباحثين السودانيين ومصطفى بالمناسبه خبير الانظمه والامن السيبراني هنا في قطر قال لك دارين خط للباحثين السودانيين ده كيف بيبقى ولا ما بيبقى؟ بيبقى قول لك انت تحميه كويس تعمل له حمايه وتعمل له حمايه هو انت عامل الخط وهو عليه الحمايه خلاص ما في مانع والله الله يديك الصحه والعافيه الله يقربك يا رب خيركم كثير اخواننا نشوفكم ان شاء الله في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك.